الأهلي يكتفي برباعية نظيفة في شباك مصر المقاصة ويستعيد مكانه الطبيعي في صدارة الدوري مرة أخرى. كابتن علاء ميوب ألف مبروك. الله يبارك فيك أيمن. مباراة سهلة في متناول بدايتها، ثلاث نقاط مهمين جدا، يبقى انت كده اول الدوري وان شاء الله تكمل نهايه الدوري يا رب ان شاء الله. ما كانش فيها صعوبات خالص النهارده مباراه، النادي الاهلي كان متفوق في كل حاجه بدنيا وفنيا وفرديا وجماعيا وتهديفيا، والمباراه كان الكلام ده بين الشوطين بقت سهله جدا. في 15 دقيقه كانت 2-0، فالامور كانت تماما منتهيه. يعني فريق المقاصة لعب على قد امكانياته، اتكلمنا بالشوطين بسرعه ان هي دي الامكانيات اللي موجوده، يعني ما تطلبش اكتر من كده. بس ده كان يعاب عليهم في الشوط الاول ان هو حتى الرصه الدفاعيه اللي حصلت الشوط الثاني ما كانتش معموله الشوط الاول. لكن النادي الاهلي ما اعتقدش كانت فيه صعوبه في المباراه النهارده، نتيجه واعتقد الاداء هدي شويه من النادي الاهلي في الشوط الثاني. مهما بص يا ايمن، هي ما تعرفش الجينات ولا ايه فيك او ما تعرفش، هو عاده يعني 3-0 مهما اتكلمت بين الشوطين وتحمس اللعيبه مش هيبقى الاداء زي البدايه. مش هيبقى الاداء اللي هو انا عايز اجيب جول، انا عايز اجيب جول فجبت 3 الى حد ما انا هديت حتى من الناحيه البدنيه، هديت شويه انك انت داخل على مباراه كتير جدا جدا جدا، حتى اللعيبه يعني برضو في ذكاء شويه من اللعيبه مش عايز يبذل مجهود زياده، خصوصا المباراه المنافس ما فيش اي خطوره، ما نستلش اي حاجه، ما فيش اي تغيير، ان هو بس دافع شويه اكتر من الشوط الاول. لكن المباراه في المتناول في النادي الاهلي وما كانش في اي صعوبه بالنسبه لها خالص. لكن اهم حاجه في كل ده ثلاث نقاط مهمين، رجعت معظم لعيبتك اللي هي كانت بعيده شويه اخر مباراه كلها النهارده، مفيش حد اتصاب الحمد لله النهارده. يمكن محمد محمود النهارده بسطت جدا، شفته الوقت قليل لكن انا بتمنى اشوفه على طول في الملعب، لعيب ممتاز وبتمنى ياخد فرصه كبيره. الهدف اللي جابه زياد طارق حلو قوي، حتى لو الهدف يعني لا هو الهدف مش حلو، الهدف سهل جدا، التحرك حلو قوي بتاعه، التحرك حلو لكن هو هدف حلو ليه ايمن، ليه هو كلاعب يلعب في النادي الاهلي وينزل النهارده اخر الوقت ويحرز هدف، بالنسبه له دي بتعليه، بتدي له خطوات زياده يبقى موجود في فريق اول، الهدف بيدي ثقه. لكن الامور كلها النهارده ما اعتقدش كانت في اي مشكله لعيبه النادي الاهلي، نتيجه كويسه 4-0، مفيش اصابات، مجهود ما بذلش مجهود كبير قوي، طمنت على معظم لعيبتك، حتى حسام حسن لما نزل تحرك كويس وكده، يمكن جات له كره هارد لك اللي هي جت في القائم. فالامور النهارده انت استفدت من المباراه كلها الحمد لله، واهم حاجه زي ما انت قلت ايمن مفيش اصابات الحمد لله. اي انت اللي بتتمناه الفتره القادمه ان شاء الله صحيح، مفيش اصابات لعيبه النادي الاهلي، انك عندك المباريات متلاحقه بطريقه مش طبيعيه. كابتن اسامه الف مبروك، فوز مستحق. طبعا ما من اول 5 دقائق او 10 دقائق والهدفين الفوز مستحق خلاص، يعني بعد الهدف الثاني تاكد ان النادي الاهلي هيفوز باللقاء. يمكن احنا اتكلمنا قبل اللقاء على فرقه المقاصه، وتاني بنكرر ان هم من اقل يمكن الفرق اللي دعمت نفسها، ولعيبه كتير بره مش من الدوري الممتاز، وظروفهم كانت صعبه الماديه السنه دي، يعني هم بيحاولوا ان هم يقعدوا السنه دي في الدوري، لكن هيلاقوا صعوبه كبيره جدا جدا جدا، هيلاقوا صعوبه كبيره جدا. يعني قوام الفرقه يعني صعب ومش بسهوله انه هيعانوا كتير. فالنادي الاهلي خلص المباراه من اول هدفين جابهم بعد 15 دقيقه، الاحداث مشيت زي الشوط الثاني زي الشوط الاول، بس اللي حصل انه في هدوء اكتر من لعيبه النادي الاهلي. ده وضع طبيعي الشوط الثاني يا كابتن. ما انا بقول لك نتيجه الثلاث اجوال بتوع الشوط الاولاني يعني. ماشي، ما هو ده طبيعي، ما انا قلت لك انه حصل هدوء اكتر. النادي الاهلي بيلعب ما فيش اي نوع من المقاومه، عارف الفرقه ما فرقه المقاومه ما فيش اي نوع من المقاومه، يعني لا مهددينك في الناحيه في الثلث الاخير عندك، ولا دفاعيا متماسكين قوي، لكن هو اللي حصل ان هدوء من لعيبه النادي الاهلي. ومع ذلك اول دقيقه في الشوط الثاني كان هيجي جون، الحارس صدها كويس، وحسام حسن ضيع واحده حلوه قوي بباطن القدم في القائم، زياد جاب هدف رابع جميل، والنادي الاهلي وزي ما قلنا مستر موسيماني عمل 5 تغييرات مش مضغوط فيهم، يعني بيلاعب ناس وبيريح ناس وبيجرب، ودي كانت الميزه في سهوله اللقاء من الاول انه النادي الاهلي خلص 3 والخصم مساعده. تماما. يعني احنا ممكن برضو نتكلم، يعني مثلا هو مصر المقاصه دخل المباراه في المركز ال 15، بعد الاربع اهداف دول هو نزل المركز 16. ما هو مكان مويين العرب علشان فرق الاهداف. ما انا قلت لك هو موقفه صعب،
وعايز شغل كتير جدا جدا جدا، و اعتقد هيعاني في الماتشات اللي جايه، ممكن بعد 5 6 ماتشات تلاقيه في ترتيب كمان أسوأ من كده لو فضل بالحاله دي. فالنادي الاهلي عمل ماتش كويس وكسب بكل سهوله، ومستر موسيماني ريح لعبته ولعب عمل 5 تغييرات، شيء منطقي. وزي ما قلت لك زياد جاب الهدف الرابع بشكل حلو، وكان ممكن يضيف هدفين تاني 3، ولكن لولا كمان ان زي ما قلنا ان لعيبه النادي الاهلي هي نفسها ريحت يعني احساسها بالمباراه، ما فيش مقاومه. أيوة. فريحت، كان ممكن جدا الاهداف توصل ل6 و7 كان بسهوله يعني. فالنادي الاهلي مبروك ليه انه كسب ال3 نقاط، طلع اول، ركب الجدول، ما حدش اتصاب، ريح لعيبته، كل دي مكاسب من اللقاء النهارده. وطبعا نتمنى بقى التوفيق في الماتشات الجايه يعني. باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن عادل، المباراه انتهت، الف مبروك للنادي الاهلي. كان في صعوبه برضو، انا بتكلم على ما بعد البطولات الكبيره. أي. وفي كمان الضغط العصبي اللي كان على اللعيبه من شهر، احنا بنتكلم من شهر 10، اللعيبه الدوليه بتاعت النادي الاهلي في معظمهم يعني كانوا 7 8 لعيبه بيروحوا بطولة كأس العرب، بعد كأس العرب كأس أفريقيا، كأس العالم للأندية بعديها. النادي الأهلي عدى بموقف صعب قوي، موقف فيه خطورة عليه. عشان كده أنا بتكلم على الفترة دي أنا ما يهمنيش الأداء قد ما يهمني إن أنا أجمع بناط وإن أنا أكسب، دي حاجة. وحتة الماتشات الكبيرة بتاعت أفريقيا ده الهدف بتاعك، أنت داخل على صن داونز هيلعبك، وداخل على المريخ وبعدين هترجع. خلي بالك انا عايز برضه اتكلم في حاجه يعني. النادي الاهلي خسر الدوري السنه اللي فاتت، الموسم الماضي. طبعا. اسباب بقى، وفي اسباب ما اتكلمنا فيها وفي اسباب ما اتكلمناش فيها، ولكن انت برضه عينك على البطوله المفضله بتاعتك، عينك على بطوله الدوري مش افريقيا بس. يا كابتن انت عمرك ما ضاع منك الدوري مرتين ورا بعض الا نادرا. مزبوط. نادرا حصلت، نادرا. ولكن اللي انا بتكلم فيه انك انت بتحارب على كام جبهه بقالك. بالزبط. لا، وفي جبهات اضافيه اضافت على لعيبه، مجموعه من لعيبه النادي الاهلي، المجموعه الاساسيه، المجموعه اللي انت بتعتمد عليها. مفيش تيم كره في الدنيا، برشلونه، ريال مدريد، مانشستر، كل الانديه دي كلها لازم بيبقى عندها اكتر من 10 15 لعيب سوبر. ماشي. والباقي حتى يعني بكلمك على الانديه الكبيره ما بتبقاش بنفس قدر اللعيبه دي. فلما انت بيروحوا المنتخب وبيتعبوا بيروحوا بيشتغلوا، انت لما بتلعب من المجموعه الثانيه دايما انت بتلعب طوارئ، لا بتريح اللعيب الكبير لا بتريح اللعيب الاساسي بتاعك. صح. احسن حاجه ان المدرب يوسع القاعده شويه، بدل ما يبقوا 12 13 يخليهم 16 17. كويس. الماتشات دي اللي تخليك 17، تخليك 18 لاعب، تدخل اثنين، تدخل لعيبه، حد يكون جاله ثقه. أيوة. زي مثلا زياد طارق النهارده، ولد صغير لما يجيب الهدف يديله ثقه. زي النهارده مثلا في البدايه قلنا على اسمه كريم فؤاد لما وحيد. لعب محمود وحيد، لعب بس يعني محمود وحيد مش عنده مشكله شويه، حسيت انه بعيد يعني. مظبوط. بعيد. لكن كريم فؤاد هو اللي قريب شويه من اللعب، هو لعيب كويس قوي ويقدر يديك. فلما تجيبه ويساعد محمد هاني في فتره اكرم توفيق لما يكون متعور، ما هي دي المكسب، هذه الحاجات الاهداف اللي احنا بنتكلم عليها، لانك بتلعب على جبهات كتير وهتلعب على جبهات كتير، فمحتاج التدوير او محتاج اللعيبه دي، ومحتاج الشهر اللي جاي في خطوره عليك. ده انا هبقول لك المباريات اللي هي بتاعت الشهر الجاي هتشوفها، بس بعد ما نتكلم شويه يعني في المباراة. انا حاسبها كويس. انا هقول لك حاجه، انا عامل جدول حتى عندي، اللعيبه لعبت كام دقيقه. أي. الدوليين وعملوا كم من الجري جبتها من مواقع، كم من الجري، ومحتاجين قد ايه استشفى عشان يرجعوا. ففي حاجات كتير قوي النادي الاهلي داخل في صعوبه، الصعوبه دي اللي انا بقول لك عليها دي صعبه جدا، محدش مستوعبها. طب خلينا نتكلم كابتن علاء وكابتن بلال وكابتن اسامه في موضوع الاستشفى ده. يعني هو مش نقد، ولكن هو مستر موسيماني بعد الماتش اللي فات ادى 2 يومين راحه. وبعدين امبارح عمل تدريب خفيف. تمام. والنهارده لعب المباراه. تمام. كويس؟ اتفقنا ان مش كل اللعيبه مجهده. اه. صح؟
في فروقات. واحيانا بعض المدربين بعد حتى المباراه او ثاني يوم المباراه بيجيب اللعيبه الاستشفاء، بيعمل شويه حاجات خفيفه، بيخش يعمل حاجات في الملعب بسيطه وبعدين بيطلع بره، اذا كان بقى في مساج، في حاجات ثانيه بتعمل، فايه في استشفاء في النادي او في الملعب. كويس مستر موسيماني، انا عايز اتكلم فيها لاني انا كمان يعني ليا وجهه نظر في الموضوع ده. مستر موسيماني في احيان كتير بيفضل الراحه السلبيه. العالم كله بيفضل دي دلوقتي. واو. بيدوا راحات سلبيه كتير. ليه؟ لان يا كابتن الاستشفاء، انا انت بقى انت سالت سؤال في علم، هنتكلم بقى بعلم. ماشي الاستشفاء. ايوه انا في العلم حلو. في العلم بقى ماشي. الاستشفاء كان من سنه 70 الى سنه 80 علشان كان واصلين لحوالي 72 ساعه وتقدر تلعب مباراه اخرى. ماشي. نزلت العشر سنين اللي بعديهم نزلهم 36 ساعه. وارجع للمراجع، انا بكلمك من، لان انا مش انا ما بجيبش من عندي، انا بجيب من اكبر ناس بتوع احمد. انا بتكلم على الاستشفاء. ماشي. انك ممكن ارجعك في الوقت الحالي ل 18 ساعه تلعب مباراه اخرى. ده الاستشفاء على اعلى مستوى. ماشي. الراحات في الوقت الحالي يا كابتن ايمن، الراحات في الوقت الحالي بكلمك على فرقه النادي الاهلي عماله تلف لعيبه منهم جوه الكاميرون. ماشي. وبعدين يروحوا كاس العالم للانديه ويركبوا طياره ويرجعوا ويروحوا. انت بقى بتتكلم على اللعيبه اللي هي الاخرى اللي هم ايه اللي ما بيلعبوش كتير. طب ما انا مدرب برضه عايز ارتاح والجهاز يرتاح، ما هو لازم الجهاز يجي. ولو انا المدير الفني خدت اجازه وجبت اللعيبه الثانيه يتمرنوا، اللعيبه هتزعل، هيقول لك هو ازاي ما بيدينيش. لكن في نقطه انت بقى مش واخد بالك. لا خليني بس اكمل. لا خليني اكمل، خليني اكمل، خليني اكمل للحته دي. انت عارف يا كابتن ان اللعيبه دي بتتمرن فيديو مع الراجل اللي هو اللي بتاع الاحمال في البيت، بيشتغلوا ما بياخدوش راحه سلبيه. هي بيدي اللعيبه ده، انت راحه سلبيه مش تدخل الفيديو دي دلوقتي. انت عندك تمرينه مع الراجل وبيشتغل. بص يا كابتن، ممكن في بعض اللعيبه عندهم في بقى اللعيبه دلوقتي بقوا معاهم الحمد لله كويسين. عايشين حياه كويسه. ممكن يروحوا يشتغلوا في اعلى اماكن، وانت لعيب محترف انت اللي بتراعي نفسك، انت اللي بتنزل. لان المدرب المحترف لما يجي يلعبك هو ماله بمستواك؟ هو المفروض كده الاحتراف، هو يقول لك تنزل تلعب، انت اللي لازم تجهز نفسك. لكن يومين وهيلعب يوم عادي. يومين انا وجهه نظري عادي في ان ياخد اجازه. لا ما تكلمش على حته اليومين يا كابتن. انا عارف طبعا احنا كنا ساعات بناخدها طبعا عادي، بس لا. انا بتكلم على الاسلوب. يعني ما هو في تدوير وفي راحات يا كابتن، مش هيقدر يجيبهم. ماشي. حتى لو انا عملت كده في بعض الاوقات، بعمل تدوير وراحات، بس انا عارف ان لعيبتي وصلت لنواحي بدنيه معينه. لا هو بيتكلم على عادي جدا، عندي اربع خمس ايام ممكن ادي يومين واجرب. لا هو بيتكلم على اللي ما لعبوش. انا بتكلم على الملعبوش. اللي ما لعبوش فيها ناحيه نفسيه تضرهم اكتر. عارف ليه؟ انا ازاي انا ادي ناس اجازه وناس مش اجازه؟ انت هتاخد اجازه بس في البيت هتشتغل. هتشتغل. مدرب الاحمال هتشتغل. فايام الكورونا الناس كلها كانت بتشتغل. هنرجع لكم مره ثانيه يا كابتن بلال، بس هنروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب المباراه واللقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. من جديد اجدد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي فوز كبير وعريض على فريق مصر المقصه، هو الفوز الاكبر في تاريخ مواجهات الاهلي والمقصه. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الاهلي. كابتن سامي، تحيات الكابتن ايمن شوقي، الكابتن علاء ميهوب، الكابتن اسامه عرابي، الكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن احمد بلال. فوز كبير وعريض النهارده في ظل ان انا عندي غيابات ست عناصر من العناصر الاساسيه، لكن النهارده فوز كبير على فريق وخصم قوي جدا زي فريق المقص. طبعا تحياتي كابتن ايمن وكابتن علاء وكابتن اسامه وكابتن عادل وكابتن بلال. زي ما انت قلت مكسب كبير الحمد لله على فرقه كبيره زي فرقه المقص. يمكن الحمد لله اعتقد ان احترمنا الفرقه النهارده كويس. اللعيبه كانت مركزه رغم الغيابات اللي انت بتقول عليها، لكن دي كانت يعني كانت حاجه مقصوده من الراجل اللي عاوز طبعا يدي اللعيبه عدد من دقائق من المباريات. يعني لان مهم جدا ان انت عندك الفتره اللي جايه دي كثافه نشاط كبيره جدا، مهم جدا ان انت تجهز كل لعيبه. النهارده الحمد لله بالرغم ان اللي فيه غيابات، لكن
يمكن معظم اللعيبه النهارده لعيبه برده شاركت بصفه اساسيه كبير اوقات كبيره جدا. النهارده حسين بيشارك، قفشه، لويس بيشارك النهارده بيأدي اداء برده مميز وسجل هدفين كويسين، حسام حسن الحمد لله برده بيرجع النهارده، عوده محمد محمود حاجه كويسه، زياد النهارده برده بيأدي اداء مميز. فاعتقد الحمد لله النتيجه الحمد لله مرضيه والاداء الحمد لله مرضي، لكن عندنا بقى ان شاء الله ننقل نقله كبيره بقى ان شاء الله لبطوله افريقيا ومباراه سان داونز، فاعتقد ان شاء الله يكون فيها تحضير افضل وان شاء الله نستعدلها بشكل كويس باذن الله. كابتن سامي، فريق مصر المقصه في 9 مباريات استقبل 7 اهداف، النهارده في المباراه بيستقبل 4 اهداف، ده دليل على ان انت بتلعب خصم عنده قوه في الناحيه الدفاعيه. 4 اهداف النهارده في مباراه زي دي امر يحسب جدا لان فيها تنوع في الوصول لمرمى الخصم. الحمد لله، يمكن هو يمكن دايما الراجل كان بيتكلم في النقطه ديت، يعني مهم جدا ان انت تفكر اول في الهدف الاول. معظم الفرق اللي بتبقى دفاعيه بتبقى محتاجه ان انت تفك التكتل ده بهدف، خصوصا في بدايه المباراه يعني. الحاجه الثانيه ان افضل وقت اللي انت تجيب فيه الجون الثاني هو بعد الجون الاولاني على طول، يعني اللعيبه بيبقى فيه قله تركيز شويه. يمكن الحمد لله فرق الجونين كان قليل جدا، واعتقد الحمد لله اللي قدرنا بقى الهدف الثالث والرابع الحمد لله برده نسجله وتدينا افضليه، ويمكن كان عندنا فرص كثيره كنا ممكن نستغلها اكتر واكتر، لكن دي طبيعي يعني. النهارده في كوره لحسام كانت سهله جدا ان شاء الله يقدر يسجل منها، يعني اللي جت في القائم. حسين شحات برده قبل الهدف كان برده شاط شوطه كويسه في القائم اللي ردت لقفشه برده. فاعتقد الحمد لله ان حاله اللعيبه الحمد لله اعتقد هي مميزه الحمد لله، حتى بدنيا الحمد لله. الحمد لله، والناحيه الذهنيه برده نفس القصه. ان شاء الله بقى الفتره اللي جايه نبني على كده، والمباراه زي ما قلت لك المباراه الجايه ان شاء الله بالنسبه لنا تحدي اكبر، وعشان تقدر ان شاء الله تصدر المجموعه وتكسب فرقه كبيره زي فرقه سان داونز يعني. فاعتقد ان شاء الله ربنا يكرمنا في المباراه باذن الله. قبل ما اروح للمباراه القادمه، مباراه في غايه الاهميه امام فريق سان داونز، كابتننا في الاستوديو التحليلي اتكلموا في نقطه مهمه جدا، قال لك ان انت على الرغم من الغيابات اللي عندك وكلها في اماكن مؤثره جدا او العمود الفقري للفريق، لكن ان انا احافظ على الشكل والاداء والنتيجه ده امر مهم جدا. طبعا ملاحظه طبعا مهمه جدا، وممكن الراجل دايما في كل مره، واعتقد الحمد لله ان بقى واقع يعني ان الراجل عنده ثقه في كل اللعيبه الموجوده، كل اللعيبه اللي موجوده في قائمه النادي الاهلي لعيبه مميزه جدا. يمكن الحمد لله كان خير دليل برضو على كده ان انت بتلعب في كاس العالم، يعني اعلى ليفل في العالم، بتلعب قصاد مونتيري وانت غايب اللعيبه الدوليه كلها وبتقدر تحقق مكسب. فاعتقد الحمد لله دي حاجه من الحاجات الايجابيه برضو اللي الراجل بيدي ثقه لكل اللعيبه اللي موجوده. النهارده كريم فؤاد النهارده بيشارك وبيأدي باداء كويس الحمد لله، هو وهاني بيقدروا الحمد لله يعوضوا غياب اكرم. النهارده رامي ربيع النهارده بيرجع تاني وادى اداء مميز زي ما كان ادى في كاس العالم. فاعتقد الحمد لله الشناوي ورجوع الشناوي برضو بالنسبه لنا حاجه كويسه جدا وقوه كبيره جدا، خصوصا علي برضو الفتره اللي فاتت ادى اداء مميز جدا خصوصا في كاس العالم. فاعتقد الحمد لله ان الفتره اللي جايه ان شاء الله تبقى في منافسه كبيره بين اللعيبه كلها، والاول والاخر اللي بيكسب الفرقه يعني. المباراه القادمه مباراه صعبه جدا امام فريق سان داونز، بيزيد صعوبتها ان هي في الموسم الرابع على التوالي ما بين اهلي سان داونز، لكن من وجهه نظرك يا كابتن سامي شايف ان المباراه في دور المجموعات تقل شويه من صعوبتها ولا نفس قوه المباراه لو في الادوار الاقصائيه؟ اكيد طبعا ما بتبقاش بنفس قوتها يعني، لكن انت برضو انت بتلعب خصم عنده خبرات افريقيه كبيره، عنده لعيبه مميزه، عارفين طبعا الراجل وبالنسبه لهم تحدي كبير برضو اللي هو عايز سواء الجهاز الفني او اللعيبه. طبيعي اللي انت عاوز تثبت اللي انت فرقه مميزه. يمكن بعد المباراه اللي احنا خسرنا فيها 5 اعتقد الحمد لله كان مردود اللعيبه من المباراه اللي بعدها الحمد لله كسبنا هنا في مصر وبعدين كسبنا خرجناهم من دور الثمانيه، فاعتقد الحمد لله عندنا ثقه كبيره واللعيبه عندها ثقه كبيره اللي هي تاكد دوت وتاكد ان المباراه دي كانت حاجه يعني بتحصل مره واحده بس يعني. لكن في الاول والاخر انت مهم جدا ان انت تبقى متصدر البطوله، انت بطل القاره مرتين ورا بعض، عندك تحدي اكبر خصوصا في البطوله ديت يعني. لكن اعتقد الحمد لله ان ثقافه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله اللي بتقدر تفصل كويس وبتقدر تلعب على هدف واحد بس هو المكسب باذن الله. اشكرك يا كابتن سامي والتوفيق في المباراه الجايه باذن الله. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي بفوز كبير وعريض على فريق مصر المقصه ب4 اهداف مقابل لا شيء. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن اسامه كان ليك تعليق قبل ما نروح للكابتن احمد بلال. انا بتكلم على موضوع الراحه اللي هي اليومين دي. طبعا في اساسيات في الراحه طبعا. انت مش ممكن في اول السنه مثلا وانت بتمرن في اول السنه بتكتر من الراحات السلبيه عشان اللعيبه بتبقى انت عايز توصلهم لمرحله بدنيه معينه، لكن انت داخل دلوقتي في شهر 2
والنادي الاهلي مضغوط كتير جدا في الماتشات، وانا عارف انت بتقصد اللعيبه اللي هي ما بتلعبش كتير. بس حتى اللعيبه اللي ما بتلعبش كتير لو هو بيتمرن كويس طوال الشهور ديت، كونه انه في اربع خمس ايام ياخد يومين راحه بعدين يتمرن يوم ولا بتاع عشان يلعب ماتش، ده مش هتاثر عليه في حاجه، بالعكس ممكن احيانا تبقى مفيده. يعني انا مش شايف فيها حاجه. يعني انا بس عندي اعتراض على النقطه. نقول الف مبروك الاول، مبروك الاول وبعد كده عندك مستحق الحمد لله. خلي مجهود بالظبط. الكابتن قالوا انت قلت في البدايه والكابتن علقوا على الفوز المستحق يا كابتن. انا بس الفكره فيها يا كابتن، الفكره ان اللعيب اللي ما بيلعبش اليوم اللي قبل الماتش ما بيتمرنش كويس، يوم الماتش ما بيلعبش ادي تاني يوم، اليوم اللي بعديه تالت يوم ما بيتمرنش، اللي بعديه الرابع، هو اربع ايام مش يومين. الفكره كلها اللعيب ما بيلعبش بياخد اربع ايام اجازه. أي. فدي اربع ايام تاثر طبعا. يعني لو انت بتتكلم ان انا اسف مع احترام فرقه المقصه، لو فرقه تقيله ولاعيبه جداد، ما اعتقدش ان مستر عثمان كان ممكن يبتدي كده. انت برضو على انا احنا قلنا اي تغييرات بتبقى على حسب ايه؟ على حسب الخصم اللي قدامك. ايوه. وضعك في الدوري او وضعك في البطوله، تمام، واللعيبه اللي موجوده عندك. مين مصاب مين مش مصاب؟ مع احترامنا، بص مع احترامنا لعيبه النادي الاهلي كلها لعيبه امكانيات وقدرات عاليه. ماشي. بس في لعيب بيلعب فبالتالي هو واصل لفورمه عاليه كويس. وفي لعيب ما بيلعبش، فطبعا وضع طبيعي ان بدني هيتاثر، ده وضع طبيعي. طب. فالنهارده لما تيجي تقول يومين اجازه في الطبيعي، يعني طبيعي يومين اجازه وقبليه بيوم ويوم الماتش ما بيلعبش اللي ما لعبش، واليوم اللي قبليه بيتمرن خفيف، يعني كانه ما اتمرنش، اعتقد يعني الموضوع هيبقى كتير في وسط الماتش. في وسط الماتش يعني من وجهه نظري كتير. يعني ممكن مباراه المقصه تمشي والراجل بيفكر بالشكل ده، انه درس الخصم كويس وعارف ان الفرقه دي امكانياتها وقدراتها متواضعه وانه هيكسب باي تيب، ماشي حلو. أيوة. ووارد في كره القدم انه يعمل كده ويدي يومين اجازه، لان عارف خلاص انا بقول لك على حسب الخصم اللي قدامك. أيوة. تمام. وانت النهارده لعيبتك كل اللعيبه في الملعب النهارده فايقه ونزلوا عملوا كل الحاجات، فده حاله استثنائيه، لكن مش ده القاعده العامه. يعني مش القاعده العامه انك انت بعد كل ماتش هتدي يومين اجازه. لا ما هو مش بعد كل ماتش، لا يعني لا ده اللي انا قصدك. لا مش بعد كل ماتش. هو كمان عشان ايه يا ايمن؟ انا كنت عايز اتكلم على حاجه ثانيه يا كابتن علي. اتفضل. ظروف ماتش مصر المقصه النهارده وظروف ماتش سان داونز كمان اربع ايام، ده اللي انا كنت اتكلم عليه. طب كويس ماشي. يعني هو دافع ليه او موسيماني لما ما بيفكر في المقصه النهارده، هو كمان بيفكر في سان داونز. بالظبط. فالمقصه هو عارف يعني، او اكيد شافه ودرسه كويس جدا، يعني فريق مش هيبقى ممكن يعمل له قلق. ايوه. وبعدين انت لو بصيت لتشكيل النادي الاهلي، تشكيل قوي، مش يعني عارف طبعًا. مش يعني طبعًا. مش اللي هو ده انا ممكن مقصة تضايقني او ممكن الاقي صعوبه ان اكسب، لا لا. الناس كلها مثلا في زي ما كان اسامه بيعدوه قبل المباراه، في سبعه بيلعبوا على طول بصفه اساسيه. أيوة. فما يبقى في وسطهم مثلا ثلاثه الامور هتمشي كويس جدا. يعني حتى اللي بدا النهارده مكسوني احرز هدفين. أيوة. حسين احرز هدف، من حسين بيلعب على طول. فهي المشكله ايمن، المدير الفني خصوصا في الانديه الكبيره زي النادي الاهلي، ما بيجي بيفكر في ماتش النهارده بس، هو يفكر انا عندي ايه بعد كده. ايوه فاهمني. فكل اللي حصل الاسبوع اللي فات ده، حتى اليومين اللي خدهم اجازه، هو عشان عنده الاسبوع ده بالنسبه له حسن، هو اسبوع في لغه الكوره اسبوع حسم. تقيل حسم يا كابتن. حلو. هو اسبوع حسم، يبقى حسم معنى طبعًا. يبقى معنى ماشي مظبوط، انا معاكم لحد ما احنا واقفين دلوقتي. يبقى معنى كده ان هو مستر موسيماني مقسم المرحله دي. اكيد. يعني النهارده هو كان فيه فكر معين في دماغه ان هو هيبدا بناس مش هيحتاجها الماتش الجاي، فكر معين بلعبة معينه. ايوه انت فاهمني. بدقائق معينه. ايه بدقائق معينه ممكن يدي دي حته الاحمال وماشي اوكي، ولكن هو عنده فكر ان في بعض الناس اللي بدا بيوم النهارده ممكن يبتدي بيوم الماتش الجاي حتى وان اجادوا، احتمال كبير حتى لو اجادوا واحرزوا اهداف، لكن هو مش احتمال كبير، لان هو عنده عارف هيلاعب مين مباراه قادمه، مباراه قادمه عايز يعني ينهيها ان شاء الله هنا. أيوة. فهيلعب بالشكل القوام الاساسي. أيوة. القوام الاساسي اللي لعب بيه مباراه الهلال في الهلال. أيوة. القوام الاساسي اللي لعب اخر مباراه مع الهلال السعودي. أيوة. وبدا بيه الهلال السوداني ما غيرش فيه حد خالص. أيوة. النهارده الموضوع مختلف يا ايمن. أيوة. الفتره اللي فاتت فتره مضغوطه جدا، هو واللي جايه كمان واللي جايه. لا ما هو انا بتكلم في الفتره دي. أيوة. يعني قبل المباراه بس المدير الفني يعني مش زي اللعيب، مش زي الناقد، وبيفكر دايما هو شايف لعيبته حالتهم ايه واحتاج مين في المباراه دي عشان المباراه اللي بعدها. أي. هو بيفكر، هو فكر النهارده في المقص. فشاف الافراد دي اللي تبدا المقص، ان اللي هيلعبوا اساسيين هيبقى اجهاد عليهم. هو كان ممكن النهارده يبدا بالشكل اللي لعب بيه مع الهلال. أي. وكان هيحسم المباراه من بدري وكان عمل تغييرات. لكن هو بيحسبها حسبه تانية. طب انا مبدا بناس ما بقالها كتير ما لعبتش، هاخد منهم اكيد مردود كويس قوي، و
في بعض اللعيبه هتاخد حته لقط المباريات دي، هخلص ان شاء الله المباراه النهارده وابص مباراه سان داونز بالشكل اللي هو يعني القوه الاساسيه بتاعتك مزبوط. ويبدا يشتغل على كده، خصوصا ان سان داونز معامل معسكر في القاهره من ساعه ماتش المريخ بالظبط، فهو سان داونز اكيد قاعد يعني مركز كويس قوي معاك طبعا. فكان مهم النهارده هو يعني حته اليومين اللي بيتكلم عليها اسامه وعادل وبلال اكيد مش على طول هي. لكن هو شايف ان هي بقى الفتره دي الاسبوع اللي فات ده بالنسبه لعيبه النادي الاهلي بقى اللي بيلعب وما بيلعبش مضغوط. مضغوط سفر وماتشات وسفر ورجعت، فيومين في وسط الموسم ما يحصلوش حاجه، لكن هي مش مكرره ما توصلش بتكرار يا ايمن، هي بس الفتره دي كل فتره مدير فني وظروف الماتش ده ما انا بقول لك يا بلال صح، كل مدير فني بيقعد يقيم يعني الفتره اللي داخل عليها ما كانش ده اليومين. هو لا الكابتن بلال كان ليه رؤيه في الموضوع ده وقالها قبل المباراه وقال لك كان ممكن ما يبتديش بالمجموعه دي. لا لكن لا 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 اليومين كان هياخدهم. ما انا بتكلم احنا هنلعب مثلا الماتش اللي جاي اي فرقه اقوى من مقصه اليومين هياخدهم. ما كانش يدي اجازه اليومين. ما انا بجاوب اهو. طب هقول لك حاجه، كان هيدي الاساس أجاز. موجود كان هيدي اليومين هياخدهم ماشي. هياخد اليومين ان هو عايز كل فرقته أيوة. تبقى أيوة. في فتره راحه كويسه ومستعدين، لكن ممكن اذا كان بلال بيتكلم التشكيل نفسه يختلف يا عادل. طبعا انت فاهمني يا ايمن صح. طب هنروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. جديد اعجاد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام، وكل التحيه لكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق مصر المقاصه باربع اهداف مقابل لا شيء. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. فوز غالي وفوز مهم خصوصا ان هو برقم اربعه، يعني اكبر نتيجه ما بين فريق الاهلي في تاريخ مواجهات الاهلي ومصر المقاصه، وان فريق مصر المقاصه في 9 لقاءات بيستقبل 7 اهداف، النهارده في مباراه بيستقبل 4 اهداف، مباراه كبيره النهارده من فريق النادي الاهلي. يعني الحمد لله طبعا على كل شيء، توقيتها كمان مهم بالنسبه لنا، توقيتها ان انت جاي بعد كاس العالم للانديه ثم مباراه الهلال السوداني في دوري المجموعات دوري ابطال افريقيا وقبل مباراه سان داونز، فتوقيتها طبعا مهم جدا. يعني كمان احنا يعني مجموعه من اللعيبه فضل بيتس ومسواني ان هم يديهم راحه النهارده استعدادا لمباراه سان داونز. كل ده كان في الحساب، مش عايزين لحد لا قدر الله حد يتعور، عايزين ندي فرص لناس، عايزين تريح ناس، عايز برضو تكسب، يبقى الامور بالنسبه لك كلها في اطار ايجابي. يعني كابتن سيد مباراه اليوم في بعض النقاط والمكاسب المتعدده، عوده محمد الشناوي مكسوني النهارده واول هدفين ليه مع النادي الاهلي، كريم فؤاد بيظهر في مركز الظهير الايمن، محمود وحيد وعوده حسام حسن النهارده، مكاسب كتير متعدده في ظل ان انا عندي الغيابات الكتير جدا، احافظ على الاداء والنتيجه امر يحسب ليكم كجسمان. برضه كتهديف وزياد بيظهر في صوره كتهديف ومحمد محمود بياخده ده ومحمود وحيد، فده وضع طبيعي. يعني انت بتلعب موسم طويل جدا فاكيد هتحتاج كل اللعيبه، والواحد مقتنع تماما ان النهارده انت محتاج يعني في لعيب موجود بكره هتحتاج التاني، فكل يبقى عند على الاستعداد ده وكل يبقى عنده الـ 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 الرؤيه دي ان هو في اي وقت هيلعب. يعني الحمد لله، يعني خلينا نقفل لان احنا كمان عندنا مباراه مهمه جدا مع سان داونز، يعني هنستعد لها بدري شويه، هنخش معسكر يوم الخميس ان شاء الله، هي مباراه في منتهى الاهميه بالنسبه لنا لان هي كمان في المفروض في الحسابات ان هي تبقى المباراه الثالثه، لكن هي فعليا المباراه الثانيه كمشاركه، يعني لان مباراه المريخ هتبقى بعدها، عندنا سان داونز ثم المريخ، سان داونز المريخ، عندك 4 لقاءات في منتهى الاهميه ان شاء الله الرحمن باذن الله يكون ربنا موفقنا فيهم ونكون باذن الله عند حسن الظن ونقدر ان احنا نحقق على عدد من النقاط فيهم باذن الله. عايز اروح لنقطه مهمه ولاحظناها في الفتره الاخيره كابتن سيد، اللعيبه اللي بتبقى مش ما بتشاركش بصفه مستمره من على مقاعد البدلاء وينزل ارض الملعب بيبقى في شق الاعداد النفسي والاعداد البدني ودور اوضه اللبس، المسافه ما بينه وما بين اللعيب اللي في الملعب بتبقى قريبه جدا، ده امر يرجع لكم ككابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني في النادي الاهلي في المحافظه على اوضه اللبس والاعداد النفسي للعيب. يعني في الاخر انت بتتكلم دلوقتي على عالم مفتوح على بعضه، انت الناس بتشوف اعظم لعيبه العالم بتقعد احتياط عادي جدا، المهم لما بيبقى الكوتش بيحتاجهم او بيبقى بيستعين بيهم يكون على الاستعداد ده. يعني مهم جدا ان انت تبقى عارف ان انت اكتر واحد هتخدم نفسك، مهم ان انا اتكلم معاك وكويس ان انا اشجعك وكويس ان انا اخليك عندك دوافع كويسه، لكن انت كمان الاهم انت عندك الاستعداد ده ولا لا. يعني بتلعب في نادي زي النادي الاهلي، بتلعب في نادي يعني اكبر نادي في افريقيا، اكبر نادي في العرب، اكبر نادي في مصر، فطبيعي جدا ان انت لما هتاخد هيبقى في تقييم ليك، التقييم ده يا اما صالحك يا اما مش صالحك،
فلو لصالحك يبقى في استمراريه، فمهم جدا ان انت عندك المفهوم ده. يعني خلينا زي ما قلت لك يعني مباراه مصر المخصصه انتهت، ان بكره ان شاء الله عندنا تمرين بدري، يوم الخميس هيبقى عندنا معسكر ان شاء الله نستعد لمباراه سان داونز باذن الله. النهارده جمهور النادي الاهلي ومباراه سان داونز، جمهور النادي الاهلي بينادي افريقيا اهلي هتاف، جمهور مش هو اللي واخد البطوله في اخر نسختين. وحضرتك كان ليك نقطه مهمه جدا وكلمه بعد البرونزيه، قلت الجمهور دايما سقف طموحه اترفع مع النادي الاهلي، وده دورنا والنادي الاهلي عودنا على كده. ازاي هتتعاملوا مع النقطه دي يا كابتن سيد؟ بص يعني بطوله افريقيا لها دوافع مختلفه السنه دي، يعني انت عندك يعني حاجه ممكن تكتف للتاريخ للجيل ده، ان كثالث مره تاخد البطوله للمره الثالثه على التوالي، دي ما اتحققتش خالص على مستوى افريقيا في اي نادي افريقي. انت كمان كان على مستوى النادي بتاعك ما حققتهاش خالص، حققنا ثنائيات كذا مره، حققنا ثنائيات في 2005 و2006، حققنا ثنائيات 2012 و2013، حققنا ثنائيات 2020 و2021. اتمنى يا رب يعني يكون يا رب يبقى شرف لينا ان احنا نكون واحد من الناس اللي ساعدت او الجهاز او اللعيبه يعني ان هو يكتب تاريخ للنادي الاهلي ان يحقق ثلاثيه. لكن في نفس الوقت يعني انا من الناس الواقعيه جدا، يعني مش ممكن هبص لخمسه وانا لسه عندي واحد واثنين وثلاثه واربعه. خلينا دايما نبص على المرحله اللي انت فيها، عندنا رقم واحد الاول نعديه بشكل كويس، وبعدين نبص على رقم اثنين وثلاثه واربعه بعد كده. المباراه القادمه امام سان داونز، ابرز اللاعبين اللي كانوا غايبين النهارده نقدر نقول هيستعدوا من النادي الاهلي عندنا، عايزين نطمن على بيرسيتاو، محمد عبد المنعم، ايمن اشرف، المجموعه دي نسب مشاركتها او فرصهم في المباراه خلاص الحمد لله نزل، كان ممكن يبقى موجود النهارده لكن الجهاز الفني فضل ان هو يريحه. ان شاء الرحمن بنسبه تتعدى ال 95% يبقى موجود معانا ان شاء الرحمن في مباراه سان داونز يوم السبت ان شاء الرحمن. ايمن اشرف يعني ممكن او ممكن لا، يعني هنشوف الدنيا ايه، وان كانت الاتجاه يبقى صعب شويه. الشناوي الحمد لله رجع النهارده خلاص، يعني المجموعه كلها طاهر واحمد عبد القادر و معلول يعني برضه عنده اجهاد في عضله السمانه، فضلنا ان احنا نريحه. محمد عبد المنعم ما فيهوش حاجه لكن برضه الراجل فضل ان هو يريحه، الكل هيبقى موجود وجاهز ان شاء الله الرحمن. يعني كلمه اخيره تقولها لجمهور النادي الاهلي قبل مباراه سان داونز، اللي اعتقد يعني هل صعوبتها بتقل انها في دور المجموعات مش الادوار الاقصائيه بخلاف الاربع نسخ او الاربع سنين اللي فاتوا او النهارده السنه دي تعتبر السنه الرابعه؟ يعني بص هي عاده يعني زي ما بتبدا بتنهي عاده يعني، لكن ممكن طبيعي سوري ممكن يحصل لك شويه اختلاف شويه في بعض الاوقات، يعني ممكن الناس تبدا وحش قوي وتختم كويس قوي، بس دي حالات بتبقى شاذه شويه من وجهه نظري. يعني البطوله بتبتدي من يوم ما بدانا، صحيح بتبقى اهميتها بتقل بتتدرج شويه او بتصعد شويه مع الادوار، لكن في النهايه انت واخد الموضوع من اوله ولا لا. يعني احنا مركزين جدا وعندنا مجموعه صعبه مش سهله خالص، يعني الهلال والمريخ وسان داونز زي ما قلت لك، خلينا ناخدها واحده واحده. عندنا مباراه يعني من وجهه نظري هي اهم مباراه في دوري المجموعات، المباراه اللي جايه يا رب ان شاء الله الرحمن يكون التوفيق حليفنا ونقدر ان احنا نحقق الفوز باذن الله. شكرا كابتن سيد والتوفيق في المباراه. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، كلام مهم جدا وتركيز مهم جدا طبعا للمباراه القادمه امام فريق سان داونز، طبعا مباراه في غايه الاهميه لفريق النادي الاهلي، نتمنى فيها كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن ايمن، جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن اسامه كان ليك تعليق على الكلام بتاع الكابتن علاء؟ انا متفق مع علاء، هو اليومين الراحه دول مش هيبقى طول السنه هو بيعمل كده، كل مدير فني ايمن هو ادرى بفرقته في موضوع الاستشفاء، صحيح في قواعد عامه ولكن اللعيبه لما بتوصل لمرحله انت بتتكلم على لعيبه النادي الاهلي حتى اللي ما لعبوش لعبوا او ما لعبوش بقى لهم داخلين مثلا في كام شهر بيتمرنوا، ممكن يكون 6-7 شهور بياخدوا راحات قد ايه بين السنه حتى بياخدوا راحات. معنى كده ان مخطط الاحمال ليه دور كبير جدا في تحديد الموضوع. اكيد المفروض انه بقى بيتفق مع مستر موسيماني اكيد يعني. بس انت حتى برضو كمدير فني عندك رؤيه، يعني احيانا انت بتحس ان اللعيبه الفتره دي زي ما علاء قال مسافرين وجايين ورايحين وفي ضغوط ذهنيه وضغوط عصبيه غير البدني كمان، فممكن بتديهم يومين راحه يريحوا مع اهاليهم، ممكن ياخدوا تعليمات بعضهم اللي هم بيتمرن حاجات في البيت حتى لو خفيفه في اليومين دولت، يعني تدريبات بطن وظهر وحاجات كده، حاجات بسيطه حتى لو داخل مساحه صغيره في البيت مثلا يعني. ده انا قلت وممكن تبقى سلبيه فيومين مش هتاثر، لكن مش معنى كده ان هو كل اسبوع هيلعب هيفضل طول السنه كل اسبوع او خمس ايام يدي يومين كل اسبوع يدي يومين، لا دي بتبقى فترات معينه لكن ما بتبقاش متكرره طول السنه. فانا شايف ان هي عاديه جدا ومنطقيه يعني. هو الحاجة بتيجي يا اسامه بعد فتره ضغط ضغط مباريات ضغط سفر، فبعض المدربين على فكره طبعا المدربين يقول لك لا انا تعالى النادي تعمل استشفاء وتعمل مش عارف ايه وتعمل تلج ومساج ماشي، لكن في بعض المدربين
عايز يعني بالعامه كده ايمن عايز يفصلها خالص. ايوه فيديك يومين اللي هو حتى ما تجيش يوم النادي. أيوة. ولا حاجه خالص. ايوه كابتن عشان في معسكر طويل كمان يا كابتن. ايوه ما انا ما هي عشان الفتره 15 يوم بتوع كاس العالم الانديه عشان الفتره عشان الفتره نفسها قعدوا مع بعض. أيوة. ما انا بقول لك هو بتبقى على حسب الفتره اللي قبل اللي أيوة من دول والفتره اللي انت جاي فيها عندك اللي هي ضغطه مباراه. ما هي المشكله كمان يا كابتن في اللي جاي كويس. يعني احنا بنتكلم خلينا نتكلم على الماتشات اللي موجوده. الاهلي والمقاصه 22 فبراير كويس. كمان 3 ايام يعني بعد ما خلاص ما هو اللعيبه قبل ما تروح تبقى الساعه 12 ان شاء الله. سان داونز 26 فبراير كويس. فاركو في اسكندريه 1 مارس الشهر ده احنا زي ما قلنا المره اللي فاتت في الاستوديو اللي فات 28 يعني بعديها بيومين ثلاث ايام كويس؟ طيب بعدين عندك الاهلي والمريخ السوداني 5 مارس هنا في مصر كويس؟ في ماتش كده يعني برضو عليه علامه استفهام كبيره جدا الكاس يوم 8 مارس الاهلي وبيراميدز وبعدين كويس؟ عندك جنوب افريقيا سان داونز بجنوب افريقيا هناك في جنوب افريقيا يوم 11 مارس يعني انت هتلعب 8 مارس بالليل الساعه 8 هتروح امتى جنوب افريقيا؟ هتتمرن امتى بعد الماتش؟ عندك استشهاد لازم يتاجل ده اتكلمنا عليه ده صعب جدا رسمي لازم يتاجل صعب طب تعالوا نروح لزميلنا برضو فاروق صلاح وناخد معاه لقاء مع زياد طارق اللي احرز الهدف الرابع النهارده جديد اجدد التحيه للكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام واحد من مواهب قطاع الناشئين وبالمناسبه واحد من اللعيبه والرهانات اللي كان بيراهن عليها الكابتن عادل عبد الرحمن في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وواحد من اللعيبه اللي خد الفرصه بشكل كبير مع فريق الشباب في النادي الاهلي النهارده بيتالق في المباراه وبيحرز هدف من اجمل الاهداف في اللقاء زياد طارق او الحاوي وكابتن وليد سليمان طبعا قال خليفته في ملعب زياد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي تحيات الكابتن ايمن شوقي كابتن علاء ميهوب كابتن اسامه عرابي كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن احمد بلال مبروك الهدف مبروك الاداء مبروك الثقه اللي بقت موجوده في اداء زياد طارق تحياتي ليك يا فاروق تحياتي للكباتن اللي في الاستوديو الحمد لله اداء كويس من الفرقه كلها عملنا ماتش كبير وكنا مركزين جدا في الماتش قدرنا ان احنا في اول ربع ساعه نجيب جونين ونمسك الماتش بقى من اوله لما نزلت زمايلي بقى بداوا يساعدوني ان انا ان شاء الله اقدر اجيب واسجل وادخل في الماتش على طول يعني ما اخدش وقت فالحمد لله ربنا كرمنا يعني النهارده زياد بعد الهدف وانا كنت يعني بعد انتهاء المباراه اول مكالمه وجات لك من ست الكل والدتك طبعا وانا عارف حجم المجهود اللي عملته معاك وانت موجود في قطاع الناشئين الاهلي من خلال قناه النادي الاهلي حابب تقول ايه؟ لا طبعا يعني هي البركه وكل حاجه في حياتي امي ربنا يخليها لي يعني ما مش عارف اشكرها ولا يعني مش عارف اوصف كلام ليها فهي بالنسبه لي كل حاجه يعني كابتن عادل عبد الرحمن راهن عليك وقال ان واحد من المواهب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي حابب من خلال قناه النادي الاهلي تقول لكل المدربين اللي يعني كانت لها دور مع زياد طارق في النادي الاهلي تقول لهم طبعا بشكر كابتن عادل هو يعني تعب معايا جدا واحنا في الناشئين كان ماسك 97 كان بيصعدني دايما على طول معاه هو كان على طول بيكلمني ان انا اركز واشتغل على نفسي واتعب فالحمد لله ربنا كرمني يعني وسمعت كلامه وبشكره طبعا على النصائح اللي هو كان بيقولها لي زمان يعني انا شايف مصطفى شوبير انا عارف ان مصطفى شوبير الدويتو وانا عارف ان في بيت تاني لزياد والعزومه طبعا انا عارف العزومه ووالده مصطفى شوبير طبعا احنا تعبينها معاك انا عارف حابب برضو تقول لها ايه لان انا عارف ان هي ليها دور كبير كوالدتك برضو يا زياد انت ومصطفى بشكرها طبعا هي زي امي الثانيه على طول بتنصحني وبتكلمني وبتعمل لنا اكل عالمي فانا بحبك الحمام والمسقعه يعني حاجه ما تتوصفش فبحب اشكرها طبعا كابتن وليد سليمان انه يقول زياد طارق واحد من اللعيبه اللي تبقى خليفتي في الملاعب وكنت شايف ان وليد سليمان خلاص اعلن اعتزاله مسؤوليه كبيره جدا ان اسمك اقترن باسم وليد سليمان طبعا ده شرف ليا ان كابتن وليد يقول حاجه زي كده يعني حاجه كبيره جدا ومسؤوليه كبيره واتمنى ان انا اقدر احقق نص اللي كابتن وليد سليمان عمله يعني كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي تقول لهم يا زياد بشكرهم على الدعم طبعا واتمنى الدعم ده يبقى دايما موجود يعني بشكرك يا زياد وبالتوفيق في اللي جاي باذن الله حبيب قلبي يا روح حبيبي كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع زياد طارق واحد من مواهب النادي الاهلي طبعا مبروك للنادي الاهلي ومبروك لزياد على الهدف النهارده فوز مستحق فوز كبير للنادي الاهلي بيستعيد بيه صداره الجدول الدوري من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح فعلا زياد طارق احد مكاسب الفتره اللي فاتت وشفناه لما اخذ في كاس الرابطه فعلا اثبت جداره والنهارده في الفتره البسيطه زي ما قالوا الكباتن قدر انه يجتهد وبيتحرك كويس جدا وعنده قرار وعنده شخصيه
ومن اللعيبه ان شاء الله هتؤثر باذن الله رب العالمين في فريق النادي الاهلي الفتره القادمه. نروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، اتكلمنا على تشكيل الاهلي في البدايه ولفت نظرنا بعض الافراد، واتكلمنا على لويس ميكسوني. رايك النهارده في اداء لويس ميكسوني؟ يمكن من احسن المباريات اللي عملها، عرض هدفين. الهدفين لوحدهم يا ايمن ياخد ثقه هو. يعني حتى لو الهدفين لوحدهم يدوك ثقه عاليه جدا، زي ما كنا قلنا على زياد طارق الهدف اللي احرزه بغض النظر عن غلطه حارس او مش غلطه حارس، هو بياخد ثقه في نفسه. ميكسوني كان محتاج الهدفين دول، لان اكيد بيوصل ان لسه ما اثبتش نفسه، مش مقنع قوي لجماهير النادي الاهلي، لازم يبقى احسن من كده، لازم يبقى انت جايب لعيب محترف، لازم يبقى ليه مكان اساسي في الفريق. لكن النهارده هدفين، اعتقد هدفين دول هو ثقه في نفسه، اداؤه لحد ما اداء متوازن، اداؤه كان كويس جدا النهارده. مش عايز اقول ظروف المباراه، يعني ظروف المباراه النهارده بتخلي الناس كلها كويسه. لكن النهارده الشكل العام كله كويس، جمعيا كمان شكلك كويس. اضف بقى الهدفين، الهدفين علوه قوي النهارده قوي، خصوصا انت جايب المفروض نجم. يعني هو ارقامه معانا على الشاشه اتشالت بسرعه. ماشي، ده الهدف الاول. طبعا وسع نفسه حلو قوي، شطب باليمين، قرار كويس، قرار باليمين، يعني دي برده غريبه، لكن وسع نفسه شطب باليمين هدف. صحيح. الهدف ده بيدي ثقه، هو تحس ان هو يعني فاهم، هو اكيد سعيد جدا، محتاج الهدف بالظبط. في اوقات كده انت كخصوصا كنت محترف ايمن، مش لعيب محلي، فمحتاج تثبت نفسك او تقول لجماهير النادي الاهلي انا موجود. زي مثلا بيرسي تاو لما جه علم مع جماهير الاهلي، احرز هدفين على طول من البدايه. هو كان محتاج الاهداف دي. يعني هي كره هدف من الاول طبعا، يعني التسديده حلوه جدا من حسين. هنا استلام حلو، وسع نفسه وخد قرار حلو قوي الشوطه، لان كمان حتى دفاع المخصصه مش عارف كان عادل او كان ده الهدف الثاني، قطع كويس قوي وكان عنده حريه الحركه وعملها طبعا حلو قوي. يعني الحلو في الهدف ده، لا كلمني على الهدف ده في الاول. ليه يعني كلمني على ميكسوني لما اتحرك واستلم كويس، هو الاستلام هو الهدف. حلو، والتحرك بتاعه هايل. حلو، ها ما بعد ذلك الكره اللي عملها الهدف حلو قوي. لا ثبت لي الكره عند الهدف، ثبت لي الكره وهو بيلعبها، وهو بيلعبها اتحرك ماشي كمل، التحرك هايل، استلام هايل، استلام هايل. نكمل كمان ونقف قبل ما يلعبها، نقف قبل ما يلعبها، بس كده بس كده. خليني احلل الهدف ده يا كابتن واحده واحده. ميكسوني عاملها بالعرض ولا حاططها في الجول؟ عاملها بالعرض ولا حاططها في الجول؟ ما اعرفش انا، يمكن من هنا شكلها عاملها بالعرض. ايه هداف؟ والله هو عملها كده وربنا سهل الحمد لله. يعني انا عندي انا عندي احساس انه كان عايز يعملها بالعرض. بالعرض يعني كان عندي احساس. لا هي معموله، لا وضع الوضع الاخير ده التشكيل جول. لا الشكل الاخير ده معموله بالعرض، معموله بالعرض، بطن رجله يعني وش رجله لافف شويه لجوه، معموله بالعرض. لكن جت هدف، وهدف حلو، لكن هدف حلو. هو يحسن، احنا ممكن نساله هو الوحيد اللي بص يا كابتن، يعني في كرات كابتن ايمن، في كرات بتتلعب للموقف نفسه تمام. أي. هو لما خرج بره، انت عايز تجيب واستغل المساحه كويس قوي، تحرك حاجه، تحرك رائع جدا جدا جدا. بص يا بص يا بص يا بص يا ايمن، بص هو لو قصدها في، بص هو لو هو حاططها في الجول، لا جول عالمي الموقف ده. وهو خد بالك هو برده جول عالمي حتى لو مش قصدها كويس. طب هو برده جول عالمي ان هو حاططها، يعني نحسبها له حاططها. لكن طب نحسبها له الموقف ده. بص يا بص يا ايمن، الجاريه والاستلام وان الكره بعدت شويه، ده موقف واحد بيلعب بالعرض حد يكمل. لكن هي ماشي، جت جول، وجول حلو تمام. لكن انت، ما احنا برضو انت بديت حل، انت غير ما حد بيتفرج من بره. يعني احنا الموقف ده كده، واحد زق الكره يبقى انت بتعمل كره عرضيه. لكن تفكيره تحطها في جول مره واحده، يعني بتبقى انا بالنسبه لي صعبه شويه، صعبه عليه شويه. بس التحرك رائع كابتن. انا بقول لك يا بص، هو التحرك حلو وراحت حلوه قوي، التحرك حلو والتوقيت حلو، الاستلام حلو قوي. لكن لما تلعب بره شويه بلال، اي مهاجم خصوصا انت او عادل وايمن، ما بتروح في الحته دي الزاويه صعبه ترفع. انت بتفكر خصوصا انت عادل، عشان كان بيلعب دايما على الجناح شويه، انت بتفكر دايما بص لا انت بتفكر تلعب نعمل لك جون كده. بس انا اعمل لك جون كده والكابتن اللي عامله لك مش فاكره. لا فاكره بتاع الترسان. طيب انت عايز تقول حاجه على كنت عايز اقول لك على التحرك بس الاول. اهم حاجه التحرك،
كابتن علاء قال كلمه مهمه جدا بحاسه الفرود المهداف اللي هو ايه. بص يا كابتن، ارقامه معانا اهي، 74 دقيقه لعب، هدفين، تصويب على المرمى 2 من 2، يعني بنسبه 100%، تمريرات صحيحه 38 من 47، ودي نسبه عاليه. بس اهم نقطه ايوه التحرك. كابتن علاء قال كلمه مهمه مظبوط عجبتني قوي، ان هو ده احساسه ايوه كلاعب. دايما السندج هي الجول. يعني كان في ناس مشهوره بالموضوع ده، يعني الكابتن الخطيب مثلا كان لما الكوره تجيله السنده قبل ما يجيب الجول خلاص هي الجول. ايوه السنده بيسندها على اللعبه ايوه، دي سندها تولت منه ايوه. عشان كده الكابتن من قلب بيقول لك ايه، هو عملها بالعرض علشان هي تولت، مستحيل تيجي من المكان ده ايوه، هو بيحطها فيها صعوبه يعني ان هو يعملها تشيب عشان تعدي الحارس ويجي اللي من ورا يجيبها جول. كنا ان لفت اللي يحسب له التحرك الاول، التحرك والاستلام، ويمكن الجول والتفكير نفسه انه عايز يعملها تشيب فوق الجول بالظبط. يعني هو التفكير نفسه حتى لو عملها بالعرض زي ما قال كابتن علاء، التفكير نفسه جيد ان يلعبها بالطريقه دي عشان وخدمته راحت بالشكل ده. هي لو راحت بالعرض مجدي هيحتاجه يعني برضه كده طبعا كده احلى بكتير، بس لو راحت برضه بالعرض طبعا كانت حلوه برضه. هي التنفيذ كمان جيد، بس مين اللي عملها اهم حاجه؟ مين اللي عملها له؟ ممكن نجيبها من الاول نشوف الثرو باس بتاعت حمدي فتحي تقريبا اعتقد. يعني احنا برضو لازم نعرف اللي عمل الكوره حلو زيه زي حمدي فتحي اللي حطها له في حته حاجه مميزه جدا وتحسب له. يعني دايما احنا هو النهارده ايمن مكسوري في عامل حاجه ما اعرفش مسلمان قالها له ولا لا، ان هو النهارده تحس ان هو كان بيتحرك في كل الخط الامامي مفيش تقيد خالص. يعني هنا بص مفيش تقيد خالص، يعني هو رايح بعد، يعني هو قاطع ورا محمد شريف يعني وحصلت كتير في المباراه. هو بالظبط، هو كان ده حتى ما شفتش على الخطوط خالص النهارده. هو دايما النهارده كان واخد لعب كتير قوي في القلب، حتى بقول لك كان بيتحرك عدى محمد شريف كانك بتلعب باتنين راس حربه. هو اللي رايح ومحمد شريف اتفضل يا اولاد. انا هكمل هكمل على كلام كابتن. التحرك ده نموذج للثلاثه اللي قدام صح، نموذج الحقيقه. يعني بص مجدي قفشه فين وميكسوني لما قطع ازاي وشريف لما اتحرك طول. يعني التحرك الحقيقه نموذجي نموذجي لو انت بتتكلم على خط امامي وعايز حد يتحرك لازم تتحرك بالشكل ده. ممكن تجيب لي الكره اللي فاتت دي اللي لعبها ياسر ابراهيم بتاعت العرض اللي فاتت الهجمه اللي فاتت لو موجوده. دي كانت كره ثابته عشان كده ياسر ابراهيم كان متقدم. هو لعبها براسه. لا لمست لعيبه مقصر بتاع ياسر. بالظبط كده راحت ياسر لو لعبها براسه كانت داخل كانت بالظبط كانت راحت اقوى من كده. هنا بقى من الحاجات اللي تزعلك في الدفاع التسديده دي. التسديده توفيق كبير وما ضغطوا عليه لو ضغطوا عليه وبتاع بس توفيق كبير قوي. معلش كابتن ممكن تجيب لنا تاني بعد اذنك الجول تاني عشان بس الجول عشان بس ميكسوني الحرك بتاع قفشه مع ميكسوني طبعا. طيب ماشي بعد الكره دي ماشي ممكن نجيب معلش جول لويس ميكسوني تاني بعد اذنكم معلش. ماشي ماشي كابتن. بص يا كابتن بص التحركات يا كابتن. بص شريف راح فين؟ شريف ايوه دخل مجدي قفشه في النص كويس تمام أيوة. هي دي الحاجات اللامركزيه اللي احنا بنتكلم عليها. بص بقى ميكسوني لما هيتحرك أيوة. هيجي مجدي قفشه يروح على الزاويه. يعني بص انت بص مجدي قفشه على طول مظبوط محمد شريف. بص هي دي يعني شريف تحت الكوره ومجدي قفشه بالعرض. يعني تحركات بس خليني برضه يا كابتن بلا لا معلش هاتها تاني وبيستلمها ميكسوني. وكابتن عايز اعلق على حاجه. اتفضل. شريف ما راحش على القريب خلاص انا ما قلتش حاجه. ايه كمل ماشي نكمل. لا بص يا كابتن بلال بص هقول لك كمل كره ويا ميكسوني. ماشي ميكسوني راح قفشه هيعدل دلوقتي صح كويس ماشي كمل قفشه. بص بس هنا خليك هنا. شريف المفروض كان يخش كمان خطوتين علشان ياخدها من وراه ويحطها على القريب. التمرين هتبقى صعبه بس هو بزعاق موسع لنفسه كويس. لو دخل كده كابتن شريف لو دخل لجوه تبقى زاويه التمرين صعبه. بالعكس هو كده موسع لنفسه كويس. لو ميكسوني بيلعبها بكعبه او ببطن رجله كان هيسندها ويحطها. هو مش شايفه لو شايفه هيلعبها لو شاف هو بيجري يعني هيلعبها بكعبه
تمام او ببطن رجله وشريف هيبقى زاوية لا لا انا مع بلال انا مع بلال انا مع بلال ان التحرك بتاع شريف كويس يعني لو ميكسوني فعلا لعبها لتحت كان هيسندها ويحطها شريف يعني موسع نفسه كويس مش هيلعبها لتحت ازاي وهو كان انفراد يا كابتن مش انفراد انفراد إيه هو الاول الاول كان دلوقتي اول لحظه بس انا اتكلم على محمد شريف كفيل اتفضل المفروض وهي الكره طالعه وهيستلمها ميكسوني هو يلف سبرنت على البعيده كابتن وكان محمد راح بعيدا كابتن محمد راح بعيدا هو عادل عادل بيقول انا عايزه بقى يغير ويروح على الريال لعيب راح انا بتكلم انا بتكلم في ايه يا كابتن انا بتكلم في ايه وحتى احنا وانت بتتكلم في موضوع محمد شريف عنده طب يا ريت رجع لنا عشان اللي هو ايه خليه يرجع لنا عشان نشوف وهي الكوره بتتعمل الثرو باس وراح لها ميكسوني وشريف كان لازم يلف ويروح الناحيه الثانيه صاروخ سبرنت ليه عشان يبقى اتنين على الجون وينزل ويجي واحد من نص الملعب هو اللي يعمل موضوع شريف عشان تبقى زياده عليك انا معاك في ده يا كابتن انا معاك في دي بس هنا لو خدت بالك والثرو باس بيتعمل الشفت اللي ما بين قفشه وشريف شريف خرج لبره وقفشه هو اللي دخل الجون فبالتالي لما استلم مكسوني الاقرب انه يروح للبعيد انا فاهم انا فاهم انا فاهمك انت بتتكلم كراس حربه كراس حربه انا بتكلم صح كده لا خليه بقى يرجع هو عادل بيتكلم كراس حربه كراس حربه بيتكلم على كتحرك راس حربه اساسيات اساسيات الموقف ده الموقف ان هو اساسيا مكسوني راح ان شريف ياخد البعيده بس شريف بس بعيد مجدي كان اقرب في وقت لكن هو لو راس حربه زي ما عادل بيتكلم مثلا وكرة كده هو دايما بيفضل راس الحربة ياخد أي. يلف ياخد وهي في الهواء البعيدة من قبل ما يستلم عارف ليه؟ لأنه لو استلمها كويس كمان وشاط والجون صدها هو يكمل انت فاهم لازم يبقى قريب هنا مجدي بس في الموقف مختلف انا هو الموقف انا بس قعدت الكره وهي بتعمل ثرو باس كده بعد اذنك مجدي اقرب محمد بتعمل وهي بتعمل ماشي وهي بتعمل ثرو باس من حمدي فتحي لو نرجع بس خطوه لورا ماشي بص يا كابتن قفشه فين وشريف بص التحرك اهو بص شريف شريف اللي راح عشان يستلم بره خلي بالك شريف كان رايح عشان يستلم مربوط عشان يستلم لبره مظبوط فمجدي قفشه اللي جه الناحيه دي فبالتالي وضع قفشه هو المان تارجت هو تسعه هنا بقى بلال بص هنا الكره تتعمل شريف لازم ياخد السبرنت من وراه عند مجدي قفشه لا لا ابعد او مجدي قفشه اللي يروح وهو ما هم عملوا كده عادي كابتن هو في حاجه اقول لك عادي هو مجدي لو استلمها كويس لو هو استلمها كويس وشاطها في الجون ماشي وتصدي قصدك على الفول ما يكملش فهم. وبعدين عايز اسالك سؤال لو هي لو هم واقفين صح فرقه المقص لو واقفه صح وفي زياده عدديه واترفعت لمجدي قفشه وهم واقفين صح هيطلعوه ماشي بس طب خليني عاوز اسال انا بتكلم بص يا عادل انت على فكره بتتكلم انا معاك عادي لكن لو هو لو الموقف ده انت بتتكلم عليه عادي لو شريف ما كانش راح عشان يستلم لو اللعبه ماشيه عادي هو المكان مجدي قفشه كانت هتلعب طويل مكسونه بيستلم انا بقى معاك ان هو كان يلف لكن هو شريف راح عشان يستلم مزبوط. ما كانش متخيل ان مكسونه هيقطع وراه فكده في الموقف ده محمد مجدي اقرب ما احنا بنتكلم على موقف لا انا كابتن موقف متدرب عليه اللي هو الطبيعي اللي هو الطبيعي بتاع راس الحرب انا بتكلم على الموقف انا متدرب عليه يعني مش موقف ملعب مش موقف حديث بس هو كابتن علاء قال لك حاجه مهمه جدا جدا ان شريف كان حاطط في اعتباره ان هو رايح يستلم كويس ولقى ميكسوني هو اللي بيستلم ومش كان دايما تقول لك انت كراس حربه تنزل علشان انا اخد من وراك هو في الموقف ده تحركه سليم هيعمل ايه بس انا بتكلم على المثاليه في الحركة اللي هو ايه اللي هي بتفرق ما بين لعيب ولعيب يعني انا محمد شريف اتمنى منه انه يبص على الموضوع ده اللي هو حلو الجول ده بالتمريره حلو قوي ممكن نرجعه تاني بالجول الثالث معلش حطها حلو قوي حلو حطته حلو قوي ملت في رجله قوي حلو قوي بجد محمد لو موجود نرجعه تاني الجول الثالث بعد اذنكم الكره دي ابص من البدايه طبعا اتنقلت اكتر من نقله وبقى بص ميزه مجدي قفشه ودي بقى هي دي الحاجات اللي احنا بنقول عليها مجدي قفشه عنده رؤيه غير اي لعيب تاني مظبوط بص الموقف لما اتحرك وخدها تاني وهو برضه قاعد يلاعب الناس لا هو ما جابش الجون كده ما هي هنقطعها دلوقتي هنقطعها هي دي بص يعني. بقى ماشي بص كام واحد اخضر دي مش اي حد دي مش اي حد خليه ماشيها وقفت ماشي خلاص اتقطعت ضغطنا كويس وقطعناه
احنا عندنا هنا كمان هنا كتر عدديه. بص بقى مجدي رؤيته في وسط الاربعه خضر دول الخمسه مش اي حد عنده بقى الرؤيه دي بقى وبالاحساس ده بالظبط وبالدقه ديت انه خلى حتى حسين الشحات ما فكرش لمسه واحده مزبوط. لمسه واحده حطها بباطن القدم وحسين الشحات عملها كويس صراحه. طبعا عمل كويس قوي بس هي طبعا مجدي قفشه سهلها له في التمريره في دقتها في توقيتها في كل حاجه ودي بقى الميزه بين مجدي قفشه وبين لعيب عادي صحيح. ما عندوش رؤيه حلوه يعني. بس انا عجبني برضو النهايه حسين الشحات والضغط الضغط بتاع ديانج في الضغط بتاع ديانج طبعا يعني ضغط في نص ملعب بشكل كويس برغم خد بالك انت كنت كسبان ساعتها يعني 3-0 اعتقد 2-0 2-0 ضغط في نص ملعب يعني دي الحاجات اللي بتميز بعض اللعيبه عن بعض اللعيبه مظبوط يعني الحقيقه بيعمل الضغط في نص ملعب الخصم بشكل رائع جدا اليو ديانج استخلصها بشكل يعني بص كره يعني اتقطعت من مجدي اتقطعت بس بص بقى برده حسين الشحات طالب الكوره خلي بالك طبعا طبعا يعني حسين طالب الكوره وقفشه شايفه ايوه نكمل لا وحسين حطها حلوه قوي وسع نفسه بس الميزه اللي فيها بقى الميزه اللي فيها كمان قفشه دماغه مرفوعه دايما وتحضيره للعب قفشه دايما قبل ما الكره بتجي له بيحضر هيلعب لمين وبتدي له وقت قفشه صحيح علشان موقف دفاعي ضايع من ضايع طبعا الموقف كله لا والقطعه نفسها انت شفت لما الثلاثه واقفين واقفين غلط ولكن في الاخر اهم ما في الموضوع كمان القطعه ايوه زيان خلصها لك وجابها لك بسرعه طبعًا. هي دي عشان كده احنا اتكلمنا وقلنا ان احنا نقطعها في مكاننا مظبوط صح ديانج بيعمل حاجه عادل ديانج دايما مخليك انت رايح لقدام صح دايما دايما زي ديانج بيقطع الكوره انت رايح زياده على طول لقدام هو ده بيديك وبيكسب مساحه على طول وفي ميزه كابتن علاء جامد جدا وفي ميزه كابتن علاء انه دايما بالحاجات اللي بيعملها دي بتخليك مستحوذ بالظبط ما هو بيقطع وبص احنا انا كنت اتكلمت معاك ايمن بقول لك المقص ممكن الاهداف تيجي فيها بوقفه دفاعيه غلط قبل الاستوديو خالص ايوه الهدف ده كده صح اتقطعت من ديانج وقفه دفاعيه غلط جدا كان قاعد بيتكلم عليها دلوقتي كويس وضميه في مساحه تمريره باتقان كويسه قوي والتايمنج هايل محمد مجدي صح هدف هدف حلو كمان جدا مظبوط مظبوط طيب كابتن بلال تالق مكسوني طب نروح للهدف الرابع الاول وبعدين نتكلم على تالق مكسوني ماشي احنا في الدقيقه 85 كان التغييرات اتعمل ادي زياد طارق ماشي نكمل برضو في قطر عدديه فيها اربع لعيبه من النادي الاهلي على ثلاث لعيبه من المقص والتحرك من البدايه من زياد طارق ماشي نكمل نكمل بص يا كابتن في المساحه كابتن بلال ماشي تحرك برضو زياد كويس هي اتقطع رجعت لينا تاني ماشي في مساحات كبيره جدا في الملعب صراحه انا قلت لك لو حتى وبرده بص زياد طارق في المكان فين والتحرك بتاع زياد طارق والقرار طبعا طبعا يعني هو بص الميزه في الجول ده انه القرار مفاجئ يعني فجاه يعني الحارس ما توقعش ممكن تتشاط بالشكل ده حتى الكره ضعيفه طبعا اكيد راحه ضعيفه وممكن يلام عليها الحارس او تعتبر خطا ولكن في حاجات بتبقى مفاجاه حتى لو ضعيفه بتبقى رد فعل الحارس مش سريع عليها يعني هو اتحرك بشكل كويس قوي 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 اتحرك هاي ويعني زاويه يعني ممكن تكون زاويه للتمرير اقرب اكتر من الشوط يعني دي زاويه للتمرير بالعرض اكتر بس انت لو مكانه او انا لو مكانه او اي واحد هداف مكانه هيعمل كده هتحطها بشمالك في الجول على طول بص انا ما بلعبش بشمالي لا ممكن بشمالي. لا بس في اوقات ممكن تلف الكره بس برضه هشوطها بشمالي بالظبط ايوه بالظبط بس السوليه عملها له حلو قوي بصراحه قوي قوي بس هو كمان زياد سهل المأموريه من الاول يعني سرعته مع المفاجاه اجمل من الجون كمان بعد ما لو تجيبها بص السلامات بتاعه اللعيبه الكبيره عليه بيحتضن لاعب صغير فرحانين بلاعب بص السوليه بس ده خلي بالك كابتن عادل طول عمرنا طول عمر لعيبه النادي ايوه بس هو الجميل ان 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 دي قياده بقى من السوليه كلاعب كبير بيروح يحييه انت ده الجون الرابع مزبوط. يعني دائما مش بيبقى زي الجون الاول والجون الثاني لكن ده الجون الرابع ولكن حلاوته في ايه ولد صغير لسه لاعب جديد عمالين يحيوه وكلهم رايحين له وتشوفها هتتبسط جدا هي ارقامه اهي حتى كابتن عادل دقائق اللعبه 11 جايب جول طبعا واحد من واحد طبعا سيبه مره التمريرات الصحيحه 4 من 4
في الوقت الضيق اللي هو هو, هو 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 مشروع نجم مشروع لعيب كويس. هو هو زياد طارق يعني كان بالظبط يعني من قيمه 4 سنين قبل ما يطلع اعاره كان لعيب من اللعيبه الكويسه كنت بساعدهم، ولكن كان ضعيف شويه. يعني بمعنى ايه؟ كان دائما عاوز، كان لسه بقى طالع 16 سنه كان عاوز يتمرن حديد وحاجات كده، لكن هو جاب نفسه كان بيطلع يلعب بعض المباريات، وبعدين لما راح الاسماعيلي خد شويه لعب كتير رجع هيبقى من الاعمده الرئيسيه بعد سنه ولا اتنين في النادي الاهلي، ودي حلاوه النادي أنا الاهلي. انا اتوقع له كده فعلا انه لعيب كوره كويس. نجاح النادي الاهلي في ايه يا كابتن ايمن؟ الفكره الجديده اللي بتتعمل، انت عندك مجموعه لاعبين استفادوا في الاعارات بقوا لعيبه كويسه قوي، زي محمد عبد المنعم، زي اكرم توفيق، لعيبه كتيره، احمد عبد القادر صح. حاجه يعني فكره جيده، ولسه في لعيبه طالعه وهيلعبوا بره ويرجعوا وهيشتغلوا بشغل كويس. فدي بس خد بالك يا كمان دي من مكاسب كسر الرابطه، عشان بس طبعا طبعا احد مكاسب الفتره اللي فاتت يعني الناس تاخد ده مكاسب كسر الرابطه طبعا يعني طبعًا. حتى احنا كنا في الاستوديو هنا بقول معموله عشان ده في الناس دي، الناس دي محمد نصير يا كابتن. محمد نصير السرد باك مساك مساك، لكن هو اصلا ديفندر من اللعيبه الكبار قوي، فهي هي المغربي مغربي كمان ولعب في العالم محمد اشرف اللاعب. بقول لك يعني هي بجد كسر الرابطه دي محمد ياسر طلع عاره برضه، دي اللي فايده منه مغربي عاره محمد ياسر طلع عاره، وفي الباك ليفت بتاع سموحه الباك شكري شكري برضه لعيب كويس، شكري هيرجع وهيبقى بس بيندقوا بره بيشتغلوا بيلعبوا كتير، لانه في النادي الاهلي نادي الاهلي نادي بطولات، انا جاي من كاس عالم لانديه العب دي بقى قصيده. بقول لك يا برجاوي، هو انت كل شويه تجيب لنا الجول ده؟ دي قصيدها. لا يعني انا مش ايه علاقته بالكره بتاعت ميكسوني؟ دي قصيدها ميكسوني قصيدها، انما كابتن علاء هنا مش قصيدها كابتن. انا هي ضربت في الارض وقعدت مجامله. انا كنت قاعد وراك، ها كنت واقف. بص ميكسوني قصيدها، انما واضح ان الكابتن علاء مهيب مش قصيدها. عاملها بالعرض يا كابتن؟ ده ظروف ماتش. ده لا ده ظروف ارض، ظروف ملعب. لا لا انت عاملها في الجاوي. لا انت عاملها في الجون، انا بثق فيك يا كابتن. وبعدين كان معايا مزاج بيضايقني، ها ما كنتش لوحدي. ايوه ده علي المصري ولا مين؟ ده الماتش ده اللي كنت انت فيه عادل بقى؟ انا كنت بتفرج عليك. عادل كان بيتفرج علينا. ليه؟ لان كنا الناشئين بنروح نتفرج عليك قبل. صدق كانت احلى حاجه زمان. بقول لك يا كابتن، والله تاخد الناشئين يتفرجوا على الفريق. بقول لك انت عارف في ماتشات قبل كده، قبل الماتش الكبير للناشئين كمان. اسمع يا كابتن، الماتش ده احنا قمنا ولفينا وكنا خلاص بنعيط في الحقيقه. يعني الكاس راح مننا وخلاص، كنا ده أيوة أيوة. جون التعادل وقلنا خلاص بقى. لا مش ده جول التعادل. لا انا عارف جول التعادل اللي رقص فيه عادل الله يرحمه، عادل عبد المنعم. لكن انا بكلمك على الوقت ده، كان فاضل كام دقيقه؟ مظبوط خلاص. الله يرحمه سيدنا متولي رئيس النادي المصري كان بيربط الجرافات. الجون الثاني بيتهيألي الكابتن خالد جد الله. خالد جد الله عمل هدفين. ايه؟ كابتن خالد جد الله هو اللي عمل هدفين. وجاب واحد شوط الثالث وجاب شوط اللي هو سمير فوزي عمل حطها في العارضه وبعدين رجعت. بس احنا كنا في الوقت ده خلاص قمنا بنلف عشان نمشي عشان الزحمه، وكنا زعلانين جدا. يعني الفضل لمين بقى؟ الفضل للكابتن علاء مهيوب قصدك يعني ولا مكسوني؟ مكسوني الفضل على الكابتن علاء مهيوب ولا ايه؟ احنا بنشكر مكسوني انه جاب لنا جول الكابتن علاء على الهواء. لا نشكر الكابتن علاء. بمناسبه الكاس ده مهم قوي يا جماعه، بنشكره عشان جاب لنا كابتن اليوم. الكاس ده مهم جدا يا عم. خلاص مهم خلاص مش مشكله. انت ليه مش ما كانش موجود معاه لسه عادي بعديه على طول. ايوه صح كانش موجود. انت عندك حاجه مهمه برده، الجون برده اللي بتاع الزمالك ده كان جون مهم برده، ده مهم. لا ده اهم حاجه برده. طيب قول، خليني اقول لك تألق مكسوني النهارده، هل ممكن فكر مستر موسيماني يتغير؟ يعني هل هو مثلا الماتش اللي جاي هو مقسم اكيد النهارده كان بيفكر يلعب بمجموعه معينه باسلوب معين لعب بيهم تالق لعيب النهارده، هل ممكن يغير له تفكيره؟ يعني ممكن نلاقي مثلا ميكسوني بيلعب ماتش سان داونز من البدايه؟ هو بص يعني ممكن تبقى بعيده شويه، لكن هو ضامن لعيب موجود معاه، انت فاهمني؟ دايما المدير الفني. طب خلينا الاول واحده واحده، هي بعيده ليه؟ بعيده لان في ناس لعبت الماتشين وكانوا ماتشين صعبين جدا وكانوا ظهروا بشكل ممتاز. لو هنتكلم باسامي احمد عبد القادر ماشي، ما ينفعش تستغنى احمد عبد القادر دلوقتي، انت فاهمني؟ على الجبهه الشمال ما ينفعش تستغنى عنه خالص دلوقتي، مشكله. على الجانب الاخر طاهر محمد طاهر مش حسين،
طب طالما بنقول اسماء يعني بس خلي بالك بتحصل مع بعض الناس. ايوه طبعا احكي لك انا حكايه على علاء صادق بس لما علاء يخلص خليني اقول لك حاجه ثانيه. بما انك قلت اسماء عادي والله اتفضل. من وجهه نظرك لو بتقترح تشكيل لمباراه سان داونز، سان داونز كمان اربع ايام ان شاء الله، واحنا شفنا المجموعه النهارده والمجموعه الاساسيه اللي لعبت ماتش الهلال والمجموعه اللي هي مريحه النهارده عشان نكات، دول اكيد طبعا مريحين النهارده بس بنسبه 100% موجودين. لو كانوا كويسين موجودين في القائمه الاساسيه. لو موجودين لو قلنا تشكيل مقترح لو موجودين تشكيل الهلال السوداني. تشكيل الهلال السوداني نقول هم هو معروف خلاص معروف من غير اي اضافات يعني. لكن النهارده انا كسبت ناس لو اعتمدت عليها هيلعبوا هيدوني ما مش عنديش مشاكل. ما هي مميزات النهارده. طب انت كمدير فني مش احيانا بتبقى عنصر المفاجاه في تفكيرك او في بالك؟ معلش لكن انا احيانا انا كمدير فني في تصور في تشكيله انا لاعب بيه اخر مرتين وكان مديني ارتياحيه ممتازه خصوصا في الحته الهجوميه. الثلاثي الهجومي قوي جدا. نص ملعب طبعا ما فيش تغيير، وعلي معلول ومحمد هاني. عشان كده بقول لك اما اجي اغير يا ايمن هتبقى صعب قوي. انك احمد عبد القادر انا مش احمد ما كانش وحش ومفيش اصابه الحمد لله، فاغيره ليه؟ ده الراجل داخل فورمه وبقى عنصر مؤثر جدا عندك ناحيه الشمال. بقت بتعتمد عليه اعتماد تقريبا شبه كل ناحيه الشمال. بيعرف يجيب جول، مهارته كويسه، سريع، بيعمل لك الهجمه مرتده امتياز، وهو الوحيد في الثلاثي اللي قدام اللي عنده الحته دي. سرعه ومهاره، حته الدريبل وحته المراوغه دي الوحيد اللي عنده في الثلاثه اللي قدام. احمد عبد القادر مش طاهر ومش محمد شريف. طاهر في الجري الطويل وكده وممكن يقطع راس حربه تاني، لكن ماشي. اختارهم احمد عبد القادر مع معلول. لا انت عندك جبهه شمال قويه جدا كويس. صعب تستغنى حد فيهم. لكن ماشي. النهارده انا مكسوني لا قرب قرب وواخد ثقه في نفسه وممكن اصل الحاجات دي مدير الفني يفرح بيها. انت بتعمل منافسه وقلق ان انا مش كويس فانا مستني. لا مكسوني النهارده هدفين وواخد ثقه في نفسه، يبقى ممكن اي لحظه موجود. هو حلاوه المدير الفني ايمن دايما حته المنافسه. ما تخليش لعيب انت مستني، انت كويس، انت موجود معايا، حلو وحش انت هتلعب. لا تقعد كده تتفرج على لعيبتك كلها، كله جاهز وكله عايز يلعب. لكن في الاخر في تصور في دماغي ده اللي هبدا بيه. لكن تغيير على مباراه الهلال دي وجهه نظري انا، ما اعرفش يمكن اسامه عادل وبلال. هغير في الثلاثي اللي قدام اعتقد بتبقى مشكله، خصوصا هم الثلاثه كويسين. أيوة عمل مجهود ممتاز فعلا. بس انت ما تحبش التغيير واللعب طالما هم ماشيين كويس كويس جدا. وبعدين ده خط انت بتعتمد عليه وجابها شمال، انت مؤثره جدا في طريقه لعبك الهجوميه جدا كمان. فاضمنها بوجود علي معلول واحمد عبد القادر. عندك اقوال اخرى؟ لا انا هقول رايي وبعدين اقول لك على قصه علاء ابصار. ماشي. لان دي لو قلت مدرب الكابتن علاء اقول قصتها. ماشي. طب خلينا الاول استنى تقول. خلينا بقصه لا انا بقول لك على موضوع ان المدرب يبقى عنده ناس اساسيين وهو مريحهم غالبا هيلعب بالاساسيين، وخاصه ان ماتش زي سان داونز. لكن احيانا في حد بيتالق في يغير تفكيرك او يغير جزء من تفكيرك احيانا. ماشي. دي حصلت امتى؟ مره كان الكابتن انور سلامه الله يمسيه بالخير كان المدير الفني. وانا وعلاء عبد الصادق كان عندنا انذارات وبنلعب على طول. وكان في ماتش في الدوري ملوش لازمه وعندنا نلعب الكاس، فهو عايز نخش نضاف في الكاس ما نلعبش ماتش الدوري. فقال لنا خدوا انذارات النهارده الثاني عشان ما تلعبوش. فخدنا الانذار الثاني وما لعبناش ماتش الدوري. لاعب مين؟ مشير حنفي مكان علاء عبد الصادق. فجينا بقى ماتش الكاس قاعدين في المحاضره كابتن انور بيقول السبوره والاسامي هو اللي قايل لنا خدوا الانذار الثاني. راح شايل علاء عبد الصادق وقعد مشير وحطينا حطيت الحمد لله. لقيت علاء عبد الصادق قاعد يعرق ويبص للكابتن ويبص للكابتن انور وانا بضحك كابتن انور يبص لي يا وسخ في ايه؟ ولا ميت على نفسي بالضحك. نحذف دي المطبطه. ماشي. فعلاء عبد الصادق قاعد بيضرب يا كابتن بعد الماتش متفق معايا انت مش اتفقت معايا يا كابتن ناخد البريك ومشير لعب بالبطل بس ممكن عادل ودي عادل قصه اسامه عادل بقى طب استنى بس كمل بس سريعه والله والله سريعه كمل لا سريعه طب خليه يكمل وبعدين اقولها لك كمل يا كابتن بقيه القصه فالطبيعي الطبيعي ان يلعب بالناس اللي هو ريحهم اللي هو الاساسيين بس انا في واحد بس هو اللي انا ما بحبش يقعد بره اللي هو مجدي قفشه
انا ما بحب يعني. هو الطبيعي انه الطبيعي بيلعب بحمدي وديانج والسولية، انا بتكلم في الفتره الاخيره وطاهر وعبد القادر وشريف، هو ده الماتشين الاخرانيين اللي اتلعب بيهم قبل الماتش بتاع النهارده. هي المشكله كلها في مجدي قفشه، لان مجدي قفشه من افضل اللعيبه اللي في النادي الاهلي، بيعرف يسيطر على وسط الملعب، بيعرف يعمل لك صناعه لعب، بيعرف يجيب جون، بيعرف يكمل مع الفراوده. فهي دي بقى النقطه دي تتحل ازاي، هي دي المشكله الوحيده في التشكيل مع مستر موسيماني. هيتكلم فيها بس نسمع الكابتن عادل عشان هتكلم في حاجه تانية مع الكابتن بلال. لا دي بتاعه جوهانسبرج بس. بتاعه الفرقه. بتاعت الفرقه ده موضوع طويل قوي. لا لا مش طويل، ده في كلمتين يعني. كان ماشي. كان ضايق واحنا رايحين نلعب الماتش، فاكر ما انا كنت موجود. كل شويه يحط الفرقه ويقول لك، يقول لي انت مش تلعب انت احتياطي، اقول له حاضر، ومش عارف انت كمان احتياطي، يحط نفسه اساسي اساسي اساسي. فاكر ايام مستر هاريس؟ ايام مستر هاريس مظبوط. فروحنا هناك، مستر هاريس اتصل بكابتن اسامه في التليفون، كان قاعد معايا في الاوضه، فقال لي ايه، انا رايح اعرف بقى التعليمات. ايوه هيلعب ايه بقى، هيلعب في الملعب، في مكان في الملعب. ايوه قلت له يلا يلا شد حيلك. ايوه اما لقيته راجع، اما ليه يبص لفوق وايده ساقعه، بسلم عليه قلت له ايه يا كابتن تلعب فين، قال لي لا، قلت له يبقى احتياط، قال لي لا بره الفرقه. وقعت انا بقى كده ساقعه، انا وقعت من الضحك وكنت هموت. 15 يوم يحط نفسه اساسي. طيب انت خلصت القصه. كويس قوي. نفس الكلام، هل تألق ميكسوني النهارده ممكن يغير فكر مستر موسيماني؟ هو اصلا غير النهارده اللعيبه ليه يا كابتن؟ عشان ماتش سان داون. يعني زي ما قال الكابتن علي. طبعا هو غير اصلا طريقه اللعب. لحظه بس الكابتن بلال قال حاجه وحاجه مهمه، قال لك لان مستر موسيماني دارس الخصم النهارده. كويس. لو كان اللقاء مع احترامنا للمس المقص اقوى كان ممكن ما يبداش بالمجموعه دي، كان هيعمل نص ونص. كنا متفقين، احنا متفقين على فكره كلنا على الكلام. بالظبط. بالظبط. ففي حاله وجود او في حاله تالق ميكسوني النهارده ممكن تفاجئ بيه الماتش الجاي سان داونز. لا طبعا. اقول لك ليه يا كابتن، ليه انت هتلعبه على حساب مين؟ على حساب واحد تالق واشتغل كويس، يبقى انت بتعمل ريسكين مش ريسك واحد. انك انت بتجيب ميكسوني اللي لعب كويس وخد الثقه، هتدي له ماتش صعب. طب ما انت تخليه وتلعب الاساس اللي شغال كويس علشان تكسب الاثنين. لكن انت لو لعبت مكسوني هتخسر الاساس اللي كويس ده. نفسيا هتخسره. ويبقى انت خسرت الاثنين. والموضوع اللي اصعب في قفشه مش في مكسوني. لا مكسوني بس قفشه طريقه لعبه. مكسوني سهل قوي يقعد قفشه طريقه لعبه يعني. ما احنا اتكلمنا فيها واتكلمت فيها في الاستوديو. وقلت فيها لو ثلاثه قدام قفشة لو لعب من الثلاثة اللي قدام ما بيدكش. بس خلي بالك، خلي ممكن بالك ممكن يلعب في الأربعة اللي في الوسط. احنا بنتكلم على لكن ناحية الدفاع، على على خصم جاي اللي هو سان داونز. لو فاكرين السنة اللي فاتت مستر موسيماني لعبهم ازاي؟ فاكر ولعب طبعا. فاكر يا كابتن بلال؟ ولعبهم ازاي الشوط الثاني؟ كنا بنلعب دفاع منطقة هنا. برافو عليك. الشوط الثاني بالذات هو كان سايب لهم الاستحواذ. بالظبط. هل ده ممكن يكون نفس الفكر السنة دي هيلعب بيه؟ بص لا ما اعتقدش يعني من وجهه نظري ما اعتقدش ان هو ممكن يلعب بالشكل ده الماتش ده المره دي بالذات. يعني انت برضو الثقه بتديك، ماتشاتك الكبيره اللي لعبتها يعني بتعليك قوي، بتخليك انت خلاص يعني حاطط نفسك في وضع مختلف شويه. اللعيبه وقدرات وامكانيات اللعيبه اللي موجوده عندك في الناحيه الهجوميه بالذات، لان الطريقه دي لازم عشان تشتغل بيها لازم يبقى انت عندك جناحين مميزين جدا في الحته الدفاعيه قوي، مميزين جدا. وانت الجناحين اللي موجودين عندك هم مميزين في الحته الهجوميه جدا، الحته الدفاعيه قليله شويه. يعني لو اتكلمنا على عبد القادر في ناحيه الشمال تمام، واتكلمنا على طاهر محمد طاهر لو هو اللي هيلعب يعني، او مجدي قفشه ايهما، برضو الاثنين ما عندهمش تميز دفاعي في الحته دي. فما تقدرش تسيب ليهم مساحه تمام، أو وتخلي دول يبتدوا يدافعوا من قدام الاثنين. بس انت مع الكباتن ان قفشه لازم يبدا. شوف يا كابتن، لو هتلعب بنفس الطريقه اللي لعبت بيها مباراه الهلال ومباراه الهلال السعودي والهلال السوداني، يبقى مجدي قفشه مش هيبتدي الماتش. خلينا عشان نتكلم بوضوح يعني. تمام. وما تدينيش الماتش ده مقياس للمباريات. لا لا ما بتكلمش على مجدي قفشه. هل مجدي قفشه؟ لا يا كابتن، مجدي قفشه اساسي الفرقه. لا ما اقصدش. لا طريقه اللعب، انا بتكلم على طريقه اللعب كابتن. لا نختلف على مجدي قفشه كونه واحد من السوبر ستارز اللي موجودين في النادي الاهلي والاميز في مصر في الحته دي. مظبوط.
لكن هل في الفتره الحاليه بالظبط في المكان ده مظبوط. لكن هل مستر موسيماني بطريقه لعبه بتعتمد على البلاي ميكر صانع الالعاب؟ لا، هو بيعتمد على السوليه كبديل لمجد قفشه في الحته دي، وفي نفس الوقت بيقوم بدور 3 4 3 يا بلال، مفيش 10 فيها. ايوه عشان كده بقول لك يا كابتن علاء، صعب انك كده بكلمك على وجود محمد مجدي. بص يا كابتن، هو بيعتمد يتغير بتغيير طريقه اللعب، بيعتمد على السوليه في الحته دي، حته ان هو اللاعب اللي بيقدر يعمل لك الثرو باس الطويله والقصيره، وبيقدر يكمل وبيلعب وبيكمل في ال 18. بس خلينا نتكلم على السوليه اللي هو بيقوم بدور صانع يعني افضل، هو مميز فيها بشكل كبير. فعشان كده هو بياخد من السوليه، ياخد منه دور الميد فيلدر وفي نفس الوقت البلاي ميكر، تمام؟ لان هو عايز يفتح الخطوط اللي قدام، مش عايز يشتغل بلعيب زياده في نص الملعب على حساب الاثنين الموجودين، لان هو لو لعب بمجدي قفشه هيحط مين في نص ملعب؟ بس هو بمين؟ بلال، بس هو خلي بالك معظم الماتشات، سيبك ان مجدي قفشه فعلا على الطرف بيبقى اقل كتير من العمق، بس هو معظم الماتشات اللي كان بيلعب فيها مستر موسيماني كان مجدي قفشه بيلعب حتى في 3 4 3، هو بس ريحه في اخر ماتشين، لكن قبل كده كان مجدي قفشه هو اللي بيلعب على طول. هو كابتن بيحصل خلل. بص يا كابتن، كل المباريات اللي لعب فيها 3 4 3 مجدي قفشه ما اداش بشكل كويس طبعا، فبالتالي لا هو خد قرار ان يحطه على دكه البدلاء علشان بيغير المركز. ايوه طبعا، وبيمشي شويه على راس حربه يعني ميدفيلدر. يا ايمن، انا ما بتكلمش ان هو يفضل يلعب على الخط، ما هو بيلعب ب 3 4 3 بس بيلعب هو للعمق، بيلعب يعني هو للعمق راس حربه. كابتن بيقللك يا كابتن اسامه لعيب في ويلد، بيقللك لعيب وينج. انا مشكله فيها اسامه، انا بقول لك انا بقول لك ما فضلوش وينج وفيرو في الناحيه الهجوميه الى حد كبير هتفيدك، انما الناحيه الدفاعيه بقى عندك مشكله. بالظبط صحيح. مين اللي هيرجع؟ اللي كان بيتكلم عليها بلال، مين هيرجع هنا ناحيه مع الباك؟ لا، وكمان التكمله يا كابتن على الجون كمان، معاك عادل، وتقلق منها. وطبيعي ان محمد مجدي حتى لو قلت له هتلعب ناحيه اليمين هيضم الجو. طريقه لعبه يا اسامه انت اكيد عارف طبعا، هو مش نوعيه اللاعب يلعب على الخط غصب عنه، تلاقيه داخل الحته اللي هو بيحبها زي بتاعت النهارده دي. هو تميزه في الثلث الاخير زي ما انت قلت يا اسامه، دقه مهاره، بيمسك الكوره تسديد، بيعرف. طب كابتن علاء، طب في كوره عايزين نجيبها يا كابتن ايمن بعد اذنك، حسام حسن اللي جت في القايم لو موجوده يا ريت نجيبها واحنا بنتكلم. انا هاخد من كلام كابتن علاء وان دي مش التجربه الاولى لمجدي قفشه يلعب ناحيه الرايت. هو مش مع فايلر لعب ناحيه الرايت ماتش الزمالك في اسوء، في مباراه من اسوء المباريات لفايلر؟ صح يا بلال، يا كابتن اسمع بس، انا معاك يا كابتن اسامه والله، انا على فكره انا موافقك. ما يلعبش، مش معنى انه بقول لك يلعب انه يلعب جناح، ما انا عارف ان هو ما بيلعبش الجناح كويس، هو بيلعب للعمق، بس انا اقصد ماتشات كتيره في 3 4 3 بتتغير في الشكل شويه، ان هو بيلعب لجوه بتبقى جناح واحد، هو يلعب لجوه وبيوسع قوي لعلي المعلول. ممكن نجيبها من الاول. بص يا كابتن، عارف يا كابتن الحل الامثل انه يلعب ميد فيلدر جنب يا ديانج يا السولاي، زي ماتش كده تقدر تستفيد منه. صحيح. بانك تلعب مثلا تغير طريقه اللعب نفسها زي ماتش منتر. بالظبط، زي ما عايز تعليقك على الكره دي ونكمل كلام. لا، نجيبها من البدايه بعد اذنك، نجيبها من البدايه. ايوه بالظبط، دي الكره بتاعت حسام حسن، ماشي نكمل. الكره طبعا في الاستحواذ، واللعب طبعا مش تحت ضغط، مفيش ضغط من لعيبه المصري، مفيش حاجه خالص. وفي مساحات مجدي قفشه، انا بجايبها عشان التحرك. مجدي قفشه طبعا، انت كابتن اسامه انت معجب طبعا وعايز طبعا واحنا كلنا معجبين، بس احنا بنتكلم على الطريقه. ماشي الطريقه، ما انا مش هايله. وقفشه اتحرك تاني، راح ناحيه اليمين وباصص وشايف حسام، وحسام خد قرار حلو قوي. يعني دي الكره كان لازم تيجي جول. بص الكثافه بتاعتك كمان حلوه يعني، حلوه قوي بصراحه. حلوه والزياده العدديه والتكمله والرؤيه بتاعت مجدي قفشه. انا بتكلم عشان برضو جايب الحته دي، عشان مجدي قفشه وتحرك حسام حسن والفينشنج بتاعه، كانت ناقصه انها تيجي جول فعلا. يعني الجمله من اولها يعني حقيقه رائعه جدا والتحرك طبعا حلو قوي. بص الزياده زي اللي كان اتكلم عليها كابتن علاء، رائعه طبعا يعني يعني كمان لو مجدي هدي سنه هتلاقي الشحات راح على العرض القريب. مظبوط. وحسام حسن كمل على العرض البعيد. بس هو خلي بالك، بص مجدي بص على حسام كويس قوي. حلاوتها كلها ان هي كلها لمسه واحده. بص مجدي عملها الاول وبعدين الكره دي كمل راح بص فين الكره دي لو وقفت. وبص يا كابتن علي، بص هو باصص ورا الكره دي، لو استنى ثانيه وحاول يوقفها بالظبط، كل الخطوره وكل الجري ده انتهى. ليه؟ مظبوط. لان كل فرادة بتاعتك بيجري بوشهم. صح. فانت انت في حاله هيخرجوا بره. هتطلعهم بره. بالظبط. مظبوط صحيح. انا عايزين نقول حاجه لمجدي قفشه. انا عن نفسي ما بحبس ان مجدي قفشه هيبقى طب يقعد. انا عن نفسي لانه هو بصراحه
طب اكتر واحد عنده رؤيه. ماشي يا كابتن اسامه انا معاك. انا بقول لك بس ماشي. اكتر واحد عنده رؤيه ماشي. اكتر واحد بيعرف يتحكم في رتم الماتش انا معايا. اكتر واحد عنده دقه في التمرير معانا هي كمان. بس انت كده يا كابتن اسامه انا فاهم طريقه اللعبه هترجع لاربعه تاني. انا والله فاهم قصدك انا عارف. ما تستغنى عن واحد من ديانج يا حمدي فتحي. ارقامه معانا كابتن بلال 84 دقيقه وصناعه هدف صناعه اهداف فرص 2 و59 71 تمريره صحيحه. انا متفاهم. عايز اقول حاجه على قفشه بس بعد ما تخلص. اتفضل يا كابتن اسامه. انا متفاهم وجهه نظرك وجهه نظرنا كلنا. ما احنا كلنا بنقول ان قفشه على الطرف قوي ما بيجيتش زي العمق. مظبوط. بس انا بقصد انه احيانا انت كمدير فني حتى لما بتعمل كده مفروض تنظم اللعب بحيث ان هو ياخد وقت طويل ان هو يبقى لجوه. ودي شفناه على فكره. انت لو ترجع لقبل الماتشين اللي فاتوا اللي هم الهلال والهلال. الهلال والهلال في 3-4-3 كان بيلعب برضو قفشه. بس هو كان ممكن احيانا كتير بيخش للعمق وعلي معلول بياخد الطرف. صحيح هي بتتعبه شويه في النواحي الدفاعيه. دفاعيه فعلا. بس انا عن نفسي بقول لك انا ما بفضلش ان هو يبقى قفشه انه يبقى على حساب ايه. اصل هي بص يا اسامه على حساب طاهر على حساب واحد من الديفندرات. لا بص يا اسامه هي اصلها الطريقه دي انت ما بين زي ما بقول لك بين نارين حيره. يا اما تضحي بسيطرتك وشكلك في نص الملعب من حمدي وديونج والسوليه هي دي هتضطر تشيل حد منهم. يا اما تخلي مجدي معاك زي ما انت بتقول ورا. بس خلي بالك كمان يا كابتن علي لازم تحط نقطه في اعتبارك ان انت هتلعب فرقه كوره. ما انا عشان كده بقول لك هو اسامه بيتكلم ان طبيعي محمد مجدي ولعب هينزل في القلب ويلعب كل حاجه. بس انا بتكلم الحته الدفاعيه انت هيبقى عندك مساحات ممكن تتاذي من ناحيه هي دي. عشان كده موسيماني دايما بيفضل الاستحواذ والقوه اللي في نص الملعب. هو عمل ده عمل اتنين في واحد كوبرين. هو النهارده محمد مجدي يعني سيبك ان سهوله الفرقه لكن هو محمد عامل ماتش حلو قوي. بيلعب بدماغه كويس قوي. بدماغه يعني بيفكر كويس قوي. كره سهله جدا طبعا. عمل كل حاجه النهارده في 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 المباراه فعلا. المباريات المفتوحه هيبقى هيلعب عشان بص خطوره محمد مجدي دايما لما بيلاقي مساحه. صح. المباريات لما بتبقى مقفوله شويه بتبقى في صعوبه. انت عشان كده بتفضل اللي هو الثلاثي اللي هم ديانج السوليه حمدي فتحي. هو على الاقل انت انت ما هي اصلا هم الطريقتين صح. وانا مع وسام في كلامه وكل حاجه. محمد مجدي من اللعيبه ما ينفعش تستغنى عنها خالص. أي. لكن الشكل اللي بيلعب فيه موسيماني هو بيفضل استحواذه وقوته في نص الملعب واستغلال حمدي فتحي وبيسيب علي معلول محمد هاني. هو استغنى عن يعني هو فضل الاطراف ونص الملعب قوته على محمد مجدي. انت فاهمني لفتره. ايوه. الوقت اللي بيلعب محمد مجدي ممكن يبدا بيه. بس محمد مجدي لما بيبدا على الخط من خطوط لا مش شمال لا خط طبعا. انت فاهم شمال لا شمال لا. زي ما اتفقنا احمد عبد القادر يعني عمل كويس ناحيه اليمين. أي. بيبدا ناحيه اليمين. بس زي ما اسامه كان بيتكلم مش عشان هو مش الطريقه مش عاجباه لا هو طبيعه لعب الطريقه طبيعه لعبه اسلوبه بيحب المساحات بيحب قلب الملعب. زي ما شفنا التمرير اللي عملها حسين الشحات كويس. هو دي خطوره محمد مجدي. أيوة. مظبوط. لما تلاقي مثلا في لعب باصات كتير او مقطوعه يمسك الكوره باص 2-3 بيديك ثقه انت. أيوة. بتهدى دايما بيبقى عندك حته استحواذ. مظبوط. هي في الاخر يا ايمن اي مدير فني يعني عندي عادل واسامه. عادل بيديني حته معينه واسامه بيديني حته معينه. بس انا محتاج الشباب بتوع عادل دلوقتي حاليا كويس. فانا مركز معاها انت فاهمني. لكن في كل الاحوال هو المفروض برضو كمدير فني انا مبسوط ان انا عندي اختيارات. ماشي. انا مش مجبر. بس انا ممكن بس ممكن تحكمني طريقه اللعب طريقه لا اللي بيحكمك عارف مين كمان المنافس. أيوة. طبعا هي دي اللي كمان طبعاً. اهم المنافس هو اللي بيحكمك طبعاً. أكيد. انت هتتصرف ازاي يعني. أكيد. النهارده كلنا اجتمعنا في الاستوديو ان عشان المنافس مش قوي قوي ان ابدا بالناس دي. أيوة. بقول لك يا كابتن لحظه اقول لك حاجه مهمه قوي. كابتن علاء قال انا مش عاوز استغنى على الثلاثه في نص الملعب الثلاثه الديفندرات الاقوياء. حلو قوي. ونفس الوقت ما يقدرش يستغنى عن السرعات في الحته الاماميه. نجحنا في ماتش الهلال السرعات. ايوه. فانت ما تقدرش انت بطريقه 3-4-3 ما يبقاش عندك سرعات ولا مركزيه في الثلاثه اللي قدام. ايوه. انت محتاج ثلاثه بيلعبوا على الجون
عندهم سرعات، عندهم قوه، عندهم مراوغه بالجري صحيح. عشان تتخطى الفرقه زي عبد القادر وزي طاهر محمد طاهر وزي محمد شريف مظبوط. ولو جه تاو يبقى موجود كراس حربه ممكن يديك ناحيه يمين يديك بس ناحية أنا لو جاهز دلوقتي ما يبتديش. لكن مجدي قفشه لحظه كابتن اسامه كمل دي، لكن مجدي قفشه كلاعب مهم جدا طبعا، ولكن انا كمدرب الفرقه خلاص انا نجحت بدي انا نجحت بدي قفشه يبقى الخيار الثاني اللي هو ايه ينزل يحافظ لي على الكوره يمسكها لي اركب الفرقه الثانيه بلغه الكوره بان انا احطه في وسط الملعب. في نقطه بقى مهمه لازم مجدي قفشه برضو يغير من نفسه، بمعنى انه ممكن ياخد واحد من الثلاثه بتوع نص الملعب يبقى يدافع قوي ويلعب كورته برضو. بس دي امكانيات وقدرات دي امكانيات وقدرات عملها في الماتش بتاع انا عن نفسي مش هتقدر تستعين بيه انا في مباراه عايز تدافع بيها بشكل كبير. طب اول ميدل لا قدر الله مش موجود انا عن نفسي لو واحد فيهم مش موجود يبقى هو يلعب يبقى هو يبقى اختيار ثاني مش لا انا عارف انا عن نفسي لازم يتغير. انا معاك انا عايز نسمع الكابتن اسامه طارق. انا عن نفسي مجدي قفشه في اي طريقه لو هو معايا مش هطلعه. هتلعبه فين يا كابتن؟ في اي حته لا في 3 4 3 هلاعبه تحت راس الحربه وناحيه الجناح لا يضم مش غير طريقه لعب. لا بص هي طريقه اللعب انت بتغير سيستم هي طريقه عارفه كابتن عارفه كابتن ايمن هي الفكره ان طريقه اللعب اللي استحدثها مستر موسيماني تديك اكتر من حاجه وانت بتلعب. يعني ممكن في وقت من الاوقات تلعب 4 3 3 يعني لما يطلع حمدي فتحي في نص ملعب مع السوليه تمام بقيت بتلعب بثلاثه في نص ملعب واربعه في الحته اللي هم بتلعب بخمسه وانت لما يكون الفرقه بتلعب فرقه تقيله تمام وعندهم سرعات وعايز تدافع فبتلعب بخمسه. فاصل الطريقه نفسها بتلعب بثلاثه 4 3 وممكن تتحول الطريقه ل 4 1 4 يعني فيها اكتر من حاجه ممكن تستخدمها. ما انا هقول لك حاجه كمدير فني انا هقول لك حاجه الفكره ما انا بس هقول لك الفكره كلها زي ما قال كابتن عادل ان انت بتحاول بقدر الامكان تقفل نص ملعب كويس قوي وتشتغل زي ما ليفربول بيشتغلوا كده تلعب على السرعات والهجمات السريعه ماشي تمام. ليه؟ لان انت في وقت من الاوقات بتبقى انت اللي بتتحول يعني بتتحول من دفاع لهجوم فعايز سرعه فانت ماشي. كل الماتشات المقفوله بتبقى محتاجه سرعه يعني سرعه في الارتداد كويس. سرعه في التحول كويس. فهو مجدي مش هيقدر يعمل لك الحته دي زي ما قال كابتن علاء. كابتن علاء بيقول ايه؟ انت لما تحتاجه تلعب عليه على كرات سريعه مش هتلاقيه هتلاقيه في نص ملعب فبالتالي هتفقد جناح في الحته الهجوميه في الحته الدفاعيه نفس الموضوع. لو انت بتلاعب مثلا فرقه عندها مميزين من ناحيه الشمال يعني اثنين مميزين وفرقه ثقيله من ناحيه الشمال تمام هتلاقي ان هو بيضم للقلب شويه حتى ولو ما ضمش للقلب امكانياته الدفاعيه كراجل لا ما تساعدكش انك يعني تنقذ لك موقف تمام. طب كويس قوي. طب خلينا انا برضو تاني ايا كان بالناس اللي بتلعب هو انتاجه اعلى من ناس كتيره طيب. بتبدا الماتشات طيب. هو مستر موسيماني بيبقى ليه تفكير خاص لمباراه سان داونز كويس. هل ممكن يغير الطريقه يعني عشان يلعب مجدي قفشه زي ما كابتن اسامه بيقول يعني مثلا يبدا 4 2 3 1؟ لا يا كابتن ما يغيرش. لا مش هيغير الموضوع بالنسبه له مش هيغير الطريقه مبدعه تغيير التغيير الطريقه بالنسبه لمستر موسيماني لا بقت صعب خلاص. لكن هو وما اعرفش انا لو مكانه مدير فني والافراد الاخيره دي لعبت بالطريقه دي بالشكل ده بالقوه دي مش هقدر العب في التشكيل في المباراه القادمه دي خالص. ايوه بص هي محمد مجدي احنا ما نختلفش عليه كامكانيات لعيب خالص طيب. تماما لكن الشكل ده اللي بيلعب بيه والاداء اللي حصل من اللعيبه الماتشين الاخيره بتاع الهلال انا مدير فني ما اقدرش اغير. ايوه انا هلعب بنفس التشكيله دي ودايما انا معايا على دكه البدلاء اوراق رابحه او ماتش الهلال السعودي اللي اتعمل كويس ماتش الهلال السوداني كان لا جد. ما عشان لا ماتش الهلال السوداني كان الموضوع كان مختلف كمان لكن انا بتكلم على الكتيريا كانت بتلعب 3 4 3 برضه نفس هي 3 4 3 ما خلاص هي اعتمد خلاص احنا اتفقنا. لكن انا بتكلم على الافراد يعني اسامه بيفضل محمد مجدي هو الراجل دايما بيفضل الاثنين الاطراف عندهم سرعه زي ما كان بيتكلم بلال ونقل الهجمه وكده. لكن في الاخر ما اعتقدش هو هيغير في الافراد نفسها الافراد مش طيب مشكلة. عندك لا لا كلام انا اتفق مع كابتن علاء يعني لما يعني بيبقى عندك طريقه وعندك لعيبه بتنفذها ايوه بتبقى صعب انك لان ده كده هتلعب في قوام الفرقه
وخصوصا انك بتكسب بيها وامر ده هيبقى امر صعب. يا بلال اصل انت معلش احنا بنرجع بس عشان ماتش الهلال السعودي. لا يا كابتن بس اقول لك بس اقول لك بس لا لا خالص والله طب اقول لك بس خد بالك انت بتلعب بالطريقه دي بالك 10 12 ماتش يا سيدي ماشي. انت لعبت الترجي يا كابتن بص يا كابتن انا فاكر يا كابتن انت لعبت الترجي في الترجي كان افضل ماتش ليك. هقول لك بس افكرك يا كابتن طب ما مجدي قفشه كان بيلعب يا كابتن مجدي قفشه كان بيلعب بس انت وانا عايز اقول لك بس ماشي كنا بنلعب 3 4 3 انت بتقول مجدي قفشه ما كانش مجدي قفشه كان بيلعب قبل ماتش الهلال السعودي طريقه اللعب يا كابتن ايوه ما انا بتكلم على طريقه اللعب ما هو 3 4 3 دي هو بيعملها من اول السنه مجدي قفشه كان اساسي ومش مجدي ما مجدي قفشه قعد بس اخر ماتشين ثلاثه مش 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 قاعد من ساعه ما مستر موسيماني عمل 3 4 3 لا هو قعد في اخر ماتشين ثلاثه اللي هم بتوع الهلال السعودي و كان قبليها مش عارف ماتش ايه والهلال السوداني بس لكن قبل كده لما كان 3 4 3 كان برده مجدي قفشه بيلعب ما هو بيلعب مثل لا هو كان منتري لما لعب انا متفق انا على فكره أيوه. مش متفق معاكم ان مجدي قفشه على الطرف انا بتكلم انا عارف ان بتفق معاكم ان مجدي قفشه على الطرف غير لما بيخش للعمق مظبوط بس انا بقول لك انا لو عندي واحد بامكانيات مجدي قفشه في ادائه ده في تمريره ده في استحواذه ده في سهوله التمريرات بتاعته انا شايف ان هو قوه انتاجه اكتر من ناس تانية بتبدا الماتشات مش هيعمل انتاج ده يا كابتن يلعب لجوه بيلعب بس هو قصده ان هو بيضم لجوه برضه بيضم لجوه برضه بيضم لجوه كتير لحظه بس في النقطه بتاعت الكابتن اسامه دي مهمه اتفضل هو ايه اللي بيميز مجدي قفشه مكانه المكان اللي بيلعب تحت الثلاثه اللي هو 4 2 3 1 دي انا مش مختلف هو الواحد ده بيبقى فاضي على طول وبيبقى وشه أيوة. للملعب دي امكانيات مجدي قفشه صحيح لكن لو راح على الطرف مش هتجيله نفس التمريرات مش هيديك الانتاج اللي يا انت حبيبي شايفه انا متفق انا ما قلتلكش العب على الطرف أيوة كابتن. انا بقولك أيوة. يدخل لجوه انا بقولك يلعب على الطرف هيدخل لجوه يبقى بتغير طريقه لا مش هتغير لا طب خلينا اكلمك في حاجه في ماتش النهارده ايوه ايه رايك النهارده في اداء كريم فؤاد انا كريم فؤاد انا دائما بقول عليه لعيب كويس وعنده سرعات كويس بس هو حته الـ 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 يعني محتاج برضه الثقه ويلعب كتير وبعدين هو كريم فؤاد في الوقت الحالي خلاص وصل ان هو كريم فؤاد وصل ان هو يبقى في المكان ده كتالت كويس في المكان الباك ليفت كتالت ماشي وفي ممكن يلعب كسير دي باك قليل لا هو يلعب هاج لا قليل لعبها برضه قبل كده قبل ما جه لعبها ماتش ولا اتنين لانه جوكر وبيلعب في وسط الملعب وبيلعب طرف من الاطراف هو كويس. جوكر كويس ماشي. دائما الجوكر في اي فرقه بيبقى مظلوم شويه ليه لانه هو ما بيبقاش اساسي في مكان فعلشان كده بناخد منه حته هنا وبعدين ناخد منه حته هنا فبيلعب للطوارئ ايوه ولكن كريم فؤاد انا من وجهه نظري مكسب كبير للنادي الاهلي كويس وهيجي قدام هتشوفه لما ياخد بصفه اساسيه وياخد الثقه ويلعب هتشوف انتاجه هيبقى اعلى من كده كتير قوي طيب كابتن بلال خليني اكلمك على لعيب عنده مميزات كويس يمكن النهارده انا حسيت بيه وهو بيتغير يعني هو كان فيه يعني حزن او زعل وهو بيتغير محمد شريف هل الزعل والحزن لانه مثلا كان نفسه يجي في ماتش زي ده جول كان نفسه يرجع محمد شريف بعد الفتره اللي فاتت اللي حصلت في المنتخب بص يا كابتن هكمل تقول له ايه يعني بص لو انت بتوجه حاجه توجه رساله لمحمد شريف بيمر بظروف صعبه جدا اللي هي وعنده تحديات كبيره يعني انت رقم واحد في الدوري العام السنه دي السنه اللي فاتت هداف الدوري العام ماشي تمام المفترض انت بتلعب في النادي الاهلي الطبيعي يبقى ليك مكانتك في منتخب مصر كويس اتسلبت منه المكانه في منتخب مصر تمام ايا كانت الاسباب بقى يعني هل ماشي فكرة اللي مدرب بيلعب عليه بقى كويس وحش مش يعني رؤيه مدرب يعني رؤيه سيئه جدا طبعا بس دي رؤيه مدرب بس دي ما توقفنيش عند لا بس هو لازم يفهم ان هي رؤيه سيئه يا كابتن ماشي ما هو بص خد بالك يعني انا النهارده لما بقى ما بلعبش وجهه نظر خاطئه من المدير الفني يبقى انا النهارده راجل خلاص انا محتفظ بامكانياتي غير لما يبقى ده احسن مني فانا اعيد له فبالتالي الافكار بتبقى مختلفه خد بالك يعني انا النهارده قاعد لكابتن ايمن شوقي كابتن اعلى مني تمام خلاص ده انا يبقى فكري راح في حته تانية غير لما كابتن ايمن شوقي يبقى هو بيلعب يعني المدير الفني شايف وجهه نظر مش مظبوطه وكل الناس شايفه ومقيمه كده يبقى ده موضوع تاني جه تمام بقى الموضوع الاولاني ده هياثر فيك نفسيا ياثر شريف
بعد النزول والخروج بتاعته في المباراه السيمي فاينل كانت سيمي فاينل السيمي فاينل تاثر على اي لعيب طبعا ايا كان حجمه معلش انت النهارده بتنزلني في الدقيقه 100 بكارثه تمام وتغير سوري في الدقيقه في 95 تقريبا و90 وتخرج في الدقيقه 105 لاعب 7 دقائق 6 دقائق لا لعب 12 دقيقه 12 دقيقه بالظبط تاثر على اي لعيب واحنا شفناه بيعيط وهو خارج وضع طبيعي جدا لعيب المفروض لعيب كبير هداف دوري المفروض لعيب اساسي منتخب وقبل ما يجي كروش كان هو اساسي منتخب مصر صح. تمام وبعدين فجاه بيتعمل كل ده وفجاه بتلاقي نفسك بتنزل 10 دقايق في الاكسترا تايم وبعدين بتغير تاني كمان قبل لا ده موضوع كبير فده موضوع كبير يا كابتن ياسر عليك في مده قد ايه بص يعني ممكن ياخد معايا شوط شويه يعني تمام لكن مش هيفضل طول العمر اكيد يعني ده وضع طبيعي اطلع منه ازاي خاصه انه رجع بقى اساسي في النادي الاهلي مره ثانيه تمام. انا اطلع ولعب نفسي ازاي ولعب مباراه الهلال السعودي ولعب مباراه الهلال السوداني حلو. والنهارده بيلعب كويس. لازم شريف يغير ويغير كمان من طريقه لعبه في الملعب يعني النهارده في حاجتين لازم انا نفسيا اتغير من جوه لازم خلاص انسى كل الحوارات اللي حصلت مع المنتخب دي رقم واحد رقم اتنين لازم يعرف ان المدير الفني غير طريقه اللعب فبالتالي انت بقى مطلوب منك انك تتحرك في ال18 وتشتغل بدماغك كهيدرز أيوة مش بدماغك كفكر تمام وتشتغل تحركات جوه مختلفه تماما لان زي ما كابتن اسامه اتكلم من شويه انت طريقه اللعب القديمه اللي بتعتمد ان مجدي قفشه يديك الثرو باس الحاجات الصغيره دي مش موجوده لان هو مش موجود حتى لو موجود في الملعب بيلعب طرف ملعب فبالتالي مش هتقدر تشتغل فاللي ممكن يشتغل معاك كويس طرفين الملعب الباكين والاثنين الوينجرز اللي جنبك فانت لازم كمان تغير من طريقه لعبك عشان تستفيد من اللعيبه اللي جنبك وعشان تقدر تسجل اهداف وترجع لوضعك الطبيعي كراجل بيسجل اهداف في كل المباريات السنه الموسم اللي فات كان بيشتغل كده كويس هل هو لحد دلوقتي متاثر نفسيا من اللي حصل في المنتخب اعتقد انه متاثر نفسيا عشان كمان الاجوان غابت عنه شويه قبل افريقيا برضه قبل افريقيا كان غايب شويه لو الاجوان جت يعني في ماتش الهلال والماتشات اللي بعديها كان ممكن نفسيا يتعدل قوي هو حس ان هو عايز يثبت حاجه معينه وما بيجيبش جوان دلوقتي فممكن وفي حاجه مهمه برده يا كابتن تاني ان البديل ما كانش جاهز فبالتالي برده دي عمل الحته التنافسيه دي مهمه جدا بالنسبه لرصاصه الحرب طبعا حسام حسن قعد فتره غايب ومصاب ومش جاهز فانا بلعب ما بلعب بلعب يعني عارف يعني لو في الحته السنه اللي فاتت ما كانش بيلعب في البدايه في اول الموسم وكان بيلعب عليه لعيبه فكان تنزل الملعب انت حاسس بيه انه عايز يسجل اهداف صح صح حاسس بيه وكان في صلاح محسن وصلاح محسن شراسه كبيره جدا بالظبط شراسه كبيره جدا النهارده صلاح محسن مش موجود وحسام حسن مصاب مش أيوة. فهو بيلعب ضامن مكان بالظبط انا هلعب الماتش الجاي حتى لو غيرت برده هلعب الماتش اللي جاي لا الحته دي لازم يشوف فيها يركز فيها قوي ان النادي الاهلي المكان مش محجوز لحد غالي تمام جهدك وامكانياتك لازم ترجع زي السنه اللي فاتت بالظبط لازم يبقى الحماس الرغبه الطموح تمام الاهداف اللي موجوده عندك النهارده انت راس حربه النادي الاهلي لازم تبقى حتى لو ما سجلتش اهداف لازم تبقى خارج من الماتش معلم مع كل الناس تمام فانا بدي له نصيحه ان هو يعني يركز قوي تمام ويعرف ان هو في مكان صعب جدا 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 طيب كابتن علاء لو انت مدير فني وعندك لاعب بحجم محمد شريف وعارف مدى خطورته وعارف مميزاته كويس ممكن تقف معاه لفتره لكن هل ممكن تقف معاه على طول لا لحد امتى لا الفتره دي مش هتبقى طويله انا في الاخر انا كمدير فني بدور على مصلحتي كويس بدور على مصلحه فريقي لو في حد في الفتره دي هيبقى احسن منه هدي له وضعه الاول واقف جنبه مره واثنين وثلاثه لكن لو ما فيش تحسن او تقدم وفي حد الناحيه الثانيه عايز يلعب وعايز يبقى هو مكانه افضل الراجل الثاني اكتر حاجه النهارده تعبت محمد شريف ان هو لما خرج نزل مكانه حسام وخرج من غير اهداف زي ما عادي كان بيتكلم دي يعني على فكره دي غيره ومطلوبه مش هو ما بيحبش حسام او لا دايما راس الحربه لما بيخرج وينزل مكانه راس حربه من غير ما يسجل اهداف يعني النهارده الموقف كان مختلف جدا لو شريف مثلا النهارده جايب جول صحيح. كان هيطلع ومبسوط فاهمني لكن هو حاسس ان بقاله فتره اذا كان بلال بيتكلم بعيد عن الاهداف بص المهاجم حياته كلها انه يجيب اهداف مظبوط حياته كلها مظبوط ويبقى انا مش مهم ابقى كويس في المباراه لكن طلعت جايب هدف او جايب هدفين هي بالنسبه له دي حياته شغلته. دي شغلته دي الحاجه اللي بتسعده عشان كده النهارده
شريف ما جابش اهداف والمباراه اللي فاتت كده واللي قبلها كده كان حسام غايب لكن حسام رجع أي. وحسام بيلعب في نفس المكان فالنهارده شريف خرج وحسام لعب وحسام مريزة عمل كره في القائم أي. هو دايما اللعيب بيفكر ان ممكن هنا تفكير موسيماني يتغير ايوه انت فاهمني هو ده, هو ده هو ده هو ده هو ده القلق اللي عند شريف لكن انا لو مش شريف لا لازم عندك تثق في نفسك كويس قوي طبعا لعيب كويس طبعا لعيب كويس وهداف لازم عندك تثق في نفسك كويس قوي ودي اللي هتفرق معاك ثق في نفسك وتشتغل شغل كتير جدا وما تملش ودايما لما تنزل مباراه دايما صمم طبعا كل حاجه يعني توفيق ربنا انك تحرز هدف النهارده ما تملش لكن هي في الاخر حته تنافسيه يعني هو شريف يطلع نفسه من اللي هو فيه. هو لان بص يا ايمن انا هقف جنبك وده طبيعي على فكره وده حصل معانا كلنا هقف معاك مره والثانيه لكن الثالثه لا انا في الاخر هدور على مصلحتي انا المدير صحيح. الفني ما هو في الاخر بيدور عايز يكسب لان هو في الاخر هو اللي هيتحاسب مظبوط مظبوط طيب ايمن هو في سؤال بس اتفضل قبل ما اسال نفسي شريف طبعا حالته المفروض ان شاء الله تبقى احسن من كده وهو هداف النادي ما هو البديل ما انا كمدير فني برضو بسال نفسي هو كابتن علاء قال حاجه برضو ما هو لما انت يكون لك بديل مين هو البديل ما هو كابتن علاء قال لك ان هو حسام حسن مثلا وحسام حسن النهارده رجع تاني وجاب كره في القايم يعني ايه كره في القايم لا معلش هي كره في القايم هتقيم لا لا مش هتقيم يا كابتن لا. يعني في بديل مين هو البديل انا بقول لك اهو مين هو انا قلت لك حسام حسن حسام حسن انتج حتى الان ما يخليه يلعب اساسي في النادي الاهلي ماتش زي سان داونز مثلا كان مصاب يا كابتن اسامه الفتره اللي فاتت انا بتكلم مثلا انت دلوقتي بتتكلم على سان داونز هو الان متواجد ما انا بتكلم اهو انا بتكلم هلاعب سان داونز ايوه انت دلوقتي حسام حسن حتى الان حتى الان اثبت ان هو يقدر يلعب راس حربه النادي الاهلي على محمد شريف حتى لو شريف حالته كده هو ظروف الاصابه اللي حصلت له يا كابتن ماشي انا ما بتكلمش على الاصابه دلوقتي انا بعيد عن الاصابه أي. هل هو دلوقتي الحاله دلوقتي حتى لو شريف هو اقل انت قصدك في الوقت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي شريف طبعا في الوقت لا الوقت كابتن يعني انا اقول لك على حاجه كابتن على فكره يعني بيرسي تاولو موجود كان ممكن راس حربه كان شريف ماشي بقى دي حاجه ثانيه انا ده عشان كده بقول لك المكان صعب ايوه فلازم يحافظ عليه لان انت ماشي ما هو لازم يحافظ عليه هقول لك على حاجه ممكن يتحط بديل ثاني ويلعب الشحات يمين ويلعب طاهر راس حربه في القلب ده طاهر مطار لعب راس حربه لا ده بديل ثاني فالمكان بلال طاهر لعب راس حربه يا بلال لما بتلعب كان في ناقص لا لما بتلعب كمان وانت بتلعب بالدافع عشان تلعب على مساحات لكن طاهر ما لعبش على 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 تكتل على تكتل الدوليه موجوده كمان لا ما لعبش على تكتل فرقه واقفه قدامك بالدافع مثلا على ال 18 لعب في مساحه انك انت عايز بتلعب انت دفاع وعايز مساحات واحد يجري فيها أي. لكن حتى الان مفيش حتى بحاله شريف دي مفيش حد اثبت انه يقدر يلعب على شريف في الوقت الحالي حتى الان طب ما تيجي نشوف احصائيات المباراه النهارده وبعدين ناخد رجل المباراه ونطلع بعد كده نستقبل الكابتن ناصر عبد العزيز ماشي لو موجوده احصائيات المباراه طبعا 4-0 والفرص 4 من 9 مصر المقصه 0-1 الاهداف المتوقعه 2.5 2.5 هنا 0.7 يعني ده اقل من 1% نسبه الاستحواذ للنادي الاهلي 70% مصر المقاصه 30% يعني الارقام لسه كمان يعني التمريرات الصحيحه 85% 594 طيب مصر المقاصه 203 277 تصويبات على المرمى 9 من 17 النادي الاهلي مصر المقاصه 1 من 5 عرضيات 22 للنادي الاهلي مصر المقاصه 4 ركنيات 8 للنادي الاهلي و0 لمصر المقاصه طبعا الارقام يا كابتن علاء يعني ابلغ دليل مش محتاج تتكلم اساسا طيب المباراه من غير ارقام طيب رجل المباراه كابتن علاء من وجهه نظري انا من وجهه نظري محمد مجدي محمد مجدي كابتن اسامه محمد مجدي قفشه كابتن عادل قفشه قفش كابتن بلال مكسوني و وقفش اختار واحد لا لا لا, لا. واحد اختار واحد واحد ما احنا كنا اختار واحد بس يبقى مكسوني النهارده هو راجل خلاص وانا من وجهه نظري مكسوني رجل مباراه لكن الاغلبيه بتقول محمد مجدي قفشه يبقى محمد مجدي قفشه هو رجل مباراه اليوم